طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ برضو شيرينج ده للسكرين. طيب أنا عايز أشوف نفسي. تمام، اللي عايز بس أوضحه هو إن المحاضرة دي لمدة 2 hours، ساعتين، فهي بشكل أساسي هم ساعتين. إحنا يعني إحنا جايين علشان ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض، وزي ما بيسموها كده بيسموها مكسرات، أو يعني شوية حاجات كده ميكس كده، يعني لأن إحنا مش هنقدر إن إحنا يعني نقول كل حاجة بالتفصيل، وإن إحنا نشرح حاجات تانية تفصيلية وما إلى ذلك. فحابب الناس اللي حضور معانا تنتراكت، تتفاعل بشكل كويس علشان يكون في استفادة للناس الحضور. يعني أنا أرحب بأي انفيتيشن لأي محاضرة بابليك زي كده، لأن الهدف بتاعها بيكون، أو يعني كل لما يكون المحاضرة فيها شوية أسئلة وفيها شوية تفاعلات، ده بيخلي المحاضرة ألطف بكتير جدا من إنها تكون عندي باوربوينت برزنتيشن وأروح قايلها كده وخلاص. ودايما في اي محاضره او اي برزنتيشن انا بحب اقدمها، او اي كورس او اي حاجه زي كده، اتعلمت يعني ان هو الهدف الاساسي من البرزنتيشن، الهدف الاساسي من الساعتين اللي احنا مع بعض فيهم، هو انتم مش انا. يعني المعلومات دي بالفعل انا عارفها، انا ما عنديش مشكله في المعلومات دي، ولكن الهدف الاساسي انتم ذات نفسكم تستفيدوا بالمحاضره دي بشكل كويس جدا. وأنا شايف إن هي فرصة لطيفة جدا إن الناس يعني تنتراكت وتستفيد وتسأل كل الأسئلة اللي هي related بالساينس اللي هي حباها وحابة تعرف الإجابة بتاعتها إن شاء الله، أو بالساينتفك رايتنج كما هو الثيم بتاع المحاضرة دي إن شاء الله. يعني تعريف بسيط عن نفسي، أنا اسمي محمد حسن، أنا مؤسس فريق اسمه تترا بلويد تيم. تترا بلويد تيم ده تأسس في أبريل 2017، وبدأنا إن إحنا نشتغل في ريسيرش. إحنا كنا يعني مجموعة من الريسيرشرز، من الباحثين، وبدأنا نشتغل في ريسيرش في ديسمبر 2018، وإحنا عندنا 2 بابليكيشنز طالعين من التيم حاليا، ولكن في أكتر، يعني الممبرز ذات نفسهم عندهم أكتر من 2 بابليكيشنز في أماكن كويسة جدا. يعني البحثين اللي إحنا نشرناهم دول اتنشروا في مجلة اسمها سيمينارز إن كانسر بيولوجي. المجلة دي الإمباكت فاكتور بتاعها كان 11، ولكن الإمباكت فاكتور بتاع السنة دي 15، وده رقم كبير جدا. وكان البحث الأول كان يعني بالشراكة مع الناس في الجامعة الأمريكية في بيروت، والبحث الثاني كان، البحثين يعني كانوا أقوياء بنسبة كبيرة، يعني لغاية إن البحثين حصل لهم سايتيشن، أو تم استخدامهم أو اقتباسهم 28 مرة، وآي ثينك أكتر من كده، وأكثر من 500 ريد، يعني أكثر من 500 حد قرأ الأبحاث بتاعتنا. لو جينا بصينا على البحثين دول هنلاقيهم إن هم البحثين دول narrative reviews أو reviews literature reviews، ولكن مع نفس ذات الوقت ليهم impact، ليهم تأثير في الـ scientific community يعني. وهو ده الهدف من الـ lectures بتاعتنا، هو ده الهدف من الـ workshops بتاعتنا، إن إحنا نحاول إن إحنا نعمل upgrade للـ mentality بتاعت الـ researchers، وخصوصا الفريش ريسيرشرز، ان هو يكون شخص فعلا كواليفايد، مش شخص عايز يعمل بابليكيشن وخلاص، ولكن يكون شخص مؤهل ان هو يطلع جوده ريسيرش كويسه. جوده الريسيرش كويسه دي ستيل لسه مش بتريزونيت في مصر بشكل كبير، او مش بتسمع في مصر بشكل كبير، ولكن بتفيدك انت كبيرسونال انترست، كانت بنفسك هتلاقي نفسك استفدت كتير جدا في كل الابعاد بتاعه الكارير بتاعك. ولكن اللي عايز اوضحه بس انك هتستفيد لو انت حابب انك تكمل الشغل بتاعك في المجال الاكاديمي. فانا دايما بوضح في اي بدايه اي ليكتشرز، اتس فيري امبورتنت، مهم جدا جدا انك تحدد وتجاوب على السؤال ده قبل ما تبدا بقى تقعد تسمع في المحاضرات والليكتشرز وتحضر هنا يمين وشمال وتستفيد من هنا ومن هناك. لازم تجاوب على سؤال انت حابب تكمل في المجال الاندستري او حابب تكمل في المجال الاكاديمي. فالمجال الاكاديمي ده مجال ريليتد بالابحاث، مجال ريليتد باليونيفرستي، بالجامعه، بالحاجات دي كلها.
يختلف تماما على مجال الاندستري. ودايما يعني بشرح مثال، بقول مثلا لو انت حابب انك في كلية طب مثلا، زي اغلب الناس في كلية طب، ففي عندك الاندستري، في عندك الاكاديمي. كلمة اندستري دي مش معناها الصناعة يعني، ولكن في المجال يعني مجال الاندستري بالنسبة لكلية الطب، ان الشخص ده يطلع يشتغل كطبيب، يشتغل كفيزيشن، فيعني يروح يكشف على المرضى، يكون شغله الوظيفة بتاعته اليومية، الصبح مثلا في مستشفى بابليك، وبعد العصر مثلا في برايفت كلينيك، العيادة الخاصة بتاعته. فهو الربح بتاعه واليوم بتاعه بيتمحور حوالين الشغل اللي هو الاندستري. نفس الشخص برضه ممكن يكون شغال او ممكن يكون خريج من كلية الطب، ولكن الشغل بتاعه الصبح بياخد عينات من المرضى، وبعد الظهر او في اي يوم تاني الصبحية او whatever بيعمل اناليسز للعينات دي عنده في المعمل، وفي الاخر في اخر النهار بيكتب المانسكريبت او بيكتب ريسيرش بيبرز اللي هو بيشتغل عليها. ده مثلا مثال على حد كلية الطب. سريعا، لو حد في كلية صيدلة، ففي ناس بتشتغل في صيدلية، في ناس مثلا بتشتغل في شركة أدوية، في ناس بتشتغل ميديكال ريب، ولكن الشخص الأكاديمي بتاع كلية صيدلة ده بيشتغل مثلا في مركز لتصميم الأدوية وما إلى ذلك. الشخص بتاع كلية علوم نفس النظام، يا إما بيشتغل ميديكال ريب، يا إما بيشتغل مدرس علوم، يا إما بيشتغل في شركة معينة، يا إما بيشتغل في أي اتجاه معين. ده اتجاه اسمه اندستري، والاتجاه التاني اسمه الأكاديميكس، اللي هو بيشتغل في ريسيرش، برضه بيشتغل في الأبحاث. فإحنا لازم تجاوب على السؤال ده بشكل كلير جدا، أنت حابب تكمل في المجال الأكاديمي ولا حابب تكمل في المجال الإندستري؟ علشان لما تكمل في المجال الأكاديمي تروح كده عامل فوكس، تركيز مركز في الموضوع، وفي البدايات تدي نفسك يعني مساحة كويسة إنك تشتغل فيه. حد قال ممكن تشتغل في الاتنين، هو أكيد ممكن تشتغل في الاتنين وده شيء طبيعي جدا، ولكن يعني مش هتكون the best in يعني both fields مع بعض. يعني ما اعتقدش انك، او حد ممكن يقول ايوه انا دكتور ممكن الصبح اشتغل في العياده وبالليل اشتغل في الريسيرش بيبرز. ده اكيد هيختلف عن شخص الصبح في الريسيرش بيبرز وبالليل في الريسيرش بيبرز. اكيد يعني المتفرد بمجال واحد اكاديمي مثلا يقدر يتفوق فيه ويتميز فيه بشكل كويس. وبرضه خلينا نكون صريحين مع بعض وواضحين، يعني ان في مصر المجال الاندستري مش بيديك مساحة انك تكون مثلا شغال في صيدلية وعندك الرفاهية بتاعت انك تعمل حاجة تاني. انت لو حد مثلا شغال في شركة ادوية قوية جدا ومرتبه مثلا 5000 جنيه في الشهر، وده رقم كويس، مش هتلاقيه ان هو يقدر يشتغل من الساعة 8 الصبح مثلا لغاية الساعة 5 المغرب وبعدين يروح ياكل. لو عنده صحة بقى ان هو يشتغل في ريفيوز او يشتغل في ريسيرش بعدها، يبقى ده شخص سوبر هيرو. يعني مش كل الناس تقدر تعمل حاجة زي كده، ولكن ده حاجة بوسيبل، حاجة ممكنة يعني. ولكن احنا بنتكلم على انك تركز، وده هيساعدك في البدايات. اتليست انت ممكن تشتغل شوية في ريسيرش. على فكرة احنا عندنا ناس في التيم مثلا كانت بتعتذر كونهم ممبرز في التيم، لان بعد فترة مثلا ان هم اكتشفوا ان هم فعلا، انا مش شايف ان انا المستقبل بتاعي في المجال الاكاديمي، انا فعلا حابب ان انا مثلا اشتغل في صيدليه، ولكن مش حابب شغل الابحاث ده خالص يعني. فاجابه السؤال ده مهمه جدا. طيب، لو حد حابب يشتغل في المجال الاكاديمي، هو في المجال الاكاديمي هنا في مصر الموضوع ليميتد. ليه بقى؟ يعني معلش احنا خرجنا شويه عن موضوع الساينتفك رايتنج، ولكن اعتقد الحاجات دي مهمه برضو. المجال الاكاديمي في مصر، احنا الجامعات في مصر اصلا بالفعل التعليم ضعيف. يعني التعليم في مصر، يعني الدنيا خربانه في مصر من حيث التعليم. فالريسيرش دايما مرتبط، او المجال الاكاديمي ده يعني تعليم، يعني اللي هو وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي، الجامعات يعني. فبالتالي الدنيا دي خربانه في مصر، وبالتالي الفرص اللي هي الكلير والنظيفه والكويسه في مصر فرص قليله. كلنا مثلا نعرف مدينه زويل، فمكان زي مدينة زويل مثلا ممكن يكون السعة بتاعة الستاف علشان يكون مثلا في مركز بحثي معين، السعة بتاعة المركز ده مثلا 10 أشخاص. جمهورية مصر العربية كلها تعرف مدينة زويل، جمهورية مصر العربية كلها حابة إنها تشتغل في مدينة زويل للاسم والبرستيج والحلاوة والجمال والكلام ده كله، وناس شغالة في ريسيرش كويس والحاجات دي كلها. ف
فتخيل مثلا بيكون بوزيشن لفرد او فردين او لثلاث افراد بيقدم مثلا 5000 شخص 6000 شخص، بيقدم ارقام كبيره جدا. وبالتالي يعني ال 5000 شخص دول هنقول منهم 4000 واحد غير مؤهلين، فال 4000 دول they get filtered، طلعوا في 1000 منهم مؤهلين كويس جدا. فانا يعني انا هضطر ان انا ارفض من ال 1000 دول او ريجكت من ال 1000 دول 998 واحد، علشان انا محتاج اتنين بس. فمش معناه ال 998 واحد دول مش معناهم ان هم not qualified، هم qualified فعلا ولكن مفيش capacity، مفيش مساحه لحاجه زي كده. يعني على سبيل المثال بوجه المقارنه، مكان زي امريكا مشهور جدا بالريسيرش وريسيرش اقوياء في دي والحوارات دي كلها، امريكا فيها 4000 ونص جامعه، اكتر من 4000 ونص جامعه. ف يعني الاوائل على الدفعه ومن هنا ومن هنا ومن هنا، في سبيسز كتيره جدا جدا ان الناس تشتغل في معاهد بحثيه في امريكا وجامعات، ويعني في بليسز كتيره جدا ان حد يقدر يشتغل في المجال الاكاديمي. طيب احنا كده مش بنقفل الموضوع في المجال الاكاديمي في مصر، ولكن دي كان بس حاجه توضيحيه ان احنا المجال ده شويه صعب في مصر، فانت محتاج انك يعني تدرس الموضوع من طرفين، انك تكمل في مصر وانك تكمل بره مصر. يعني فانت لو هتكمل في مصر، يعني بما ان المنافسه قويه زي ما انت شايف، فلازم تكون منافس قوي. وانس انك تكون منافس قوي في الانستتيوشنز اللي في مصر هنا، تاكد 100% انك هتكون منافس قوي جدا في في الاماكن بره مصر برضو. فعلى سبيل المثال عذرا، لو انت عندك ابحاث منشوره هنا وانت في مصر وانت طالب، هتقدر لما تيجي تقدم على بوزيشن بره مصر هتقدر تكون كواليفايد، علشان يعني يو شو ذم، او انت وريتهم انهم انك فعلا شخص كواليفايد وانت في بلد يعني ما فيهاش الفاسيلتيز، ما فيهاش التيسيرات والتسهيلات المتاحه، وبالتالي لما تيجي عندنا هتكون ان شاء الله شخص كواليفايد. يعني احنا مش حابين نتكلم في تفاصيل اكتر زي كده. الانضمام للتيم بتاعنا هيكون في يناير 2022 ان شاء الله. طيب خليني اسال سؤال تاني. ايه الفرق ما بين مثلا هنا، يعني ايه الفرق ما بين البرايمري ريسيرش وما بين السكندري ريسيرش؟ بما ان احنا هنتكلم عن الكتابه وكده، فالرفع ايده اتفضل. احمد عزام، اي حد يجاوب يا جماعه. ممكن اسلام، اي حد. انا عبد الرحمن. عبد الرحمن، اي حد. البرايمري ريسيرش اللي هو كان بيتطلب ان يبقى عندك المعمل اللي تقدر تعمل فيه التجارب وتقدر تنوت من خلاله، وكان بينقسم لنوعين. انت بتغش يعني. ما هو ال كنت واخد الكورس بتاع حضرتك اللي كان اليوتيوب، كنت لسه براجع دلوقتي قبل الميتنج يعني. زي الفل. طب يعني اقصد ايه الفرق، طيب ما بين، يعني لحد تاني جاوب لنا على السؤال ده، الفرق ما بين الناريتيف مثلا ريفيو والسيستماتيك ريفيو؟ انا اعمل انميوت، انا مش عارف. الله يو كان انميوت يور سيلف. اوكي تمام يا دكتور. انا اظن البرايمري اللي هو اللي بيبقى فيه ميثودز، تمام، ميثودز انا مستخدماها ومطلع ريزلتس، انما الريفيو الطبيعي انا يعني ما بعملش اي ريسيرش فيها بايدي، او ما فيش ميثودز او فيش ريزلتس عندي، بس انا بجمع السيستماتيك ريفيو فيه ميثودز، بجمع من بيبرز كتيره. في بس احصاء يعني، صح كده، مش حاجه كلها. دلوقتي مثلا الاوبزرفيشن برايمري ريسيرش ما فيهوش تجارب. اوكي طيب انا عندي راي تاني، ان ممكن هي الفكره في البرايمري ان انا يمكن مش معتمده على ابحاث تانية مثلا، انما في السكندري انا معتمده على ابحاث تانية وبطلع منها بقى النتائج.
بتاعتي هي الفكرة كده. السيستماتيك ريفيو أظن الفرق بينه وبين الريفيو العادي إن السيستماتيك أنا معتمدة على عدد معين من البيبرز، وعملت سيستماتيك يعني literature reviewing أثناء ما أنا بجمع كل البيبرز عن topic معين. إنما الريفيو العادي عادي بقى، أنا ممكن مثلا أجمع لو مثلا في 10 بيبرز عن موضوع معين، ممكن أكتب، ممكن أجمع عن 8 و2 مثلا أسيبهم، يعني دي حاجة تمام. up to me أظن. طيب هو زي ما انت وضحت كده، البرايمري ريسيرش حاجه يعني اوليه، يعني انا صاحب النتائج دي فور ذا فيرست تايم. انما السكند ريسيرش، ودي انا بس موضح السلايد دي علشان اوضح ان السكند ريسيرش يا جماعه اللي هو الريفيوز معناها سكندري، معناها ان هي معتمده على البرايمري ريسيرش. يعني البرايمري ريسيرش ده معتمد على حاجات معينه، التجارب بتاعتك سواء اكسبيرمنتال او اوبزرفيشنال، الاوبزرفيشن بتاعتك. انما السكند ريسيرش سواء ناريتيف ريفيو او السيستماتيك ريفيو، اتس بيتر تو ميوت يور سيلف مين ميوت. انما السكندري ريسيرش زي الناريتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو بيعتمد على نتائج اوليه، يعني لازم يكون في برايمري ريسيرش علشان اقدر افورميليت او اعمل سؤال بحثي لريفيو صحيح. ده بالنسبة لي الفرق ما بينهم. طيب يعني لو هشرح برضو السلايد دي، الاكسبيرمنتال ريسيرش او التجارب اللي هي بتبقى قائمة على اكسبيرمنت، زي ما احنا وضحنا حاليا مثلا ممكن يكون في شخص يعني بيقوم بتجارب معينة، انا مثلا عندي عينة معينة، عندي خلايا معينة، عندي تحليل دم معين هروح اخده اشوف الجينز بتاعته، عندي خلايا معينة هشوف النسبة بتاعتها، كل الحاجات دي كلها شغل معملي، يعني أنا باخد الشغل بتاعي ده واشتغل في المعمل. إنما النوع التاني هو الأوبزرفيشنال، جاي من كلمة أوبزرفيشن أو ملاحظة. ففي مجموعة من الأوبزرفيشنال ستاديز بتكون قائمة على إن أنا بلاحظ بس، ودي مينلي في الميديكال ريسيرش أو الكلينيكال ريسيرش. إن دلوقتي مثلا أنا رئيس القسم بتاع الكبد، دخلت لقيت ملاحظة معينة، أنا لاحظت حاجة معينة. السكند ريسيرش زي الناريتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس، الناريتيف ريفيو او الليتريتشر ريفيو هنشوف دلوقتي هو بيتكتب ازاي، والسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس هنوضح ايه الفرق ما بينهم. طيب تمام. بالنسبه ل دي الكومبوننتس بتاعت انواع البيبرز، الاوريجينال ريسيرش بيكون فيه ابستراكت، بيكون فيه انتدكشن، بيكون فيه ميثودولوجي، بيكون فيه ريزلتس وديسكشن. الريفيوز بتكون زي ما احنا شايفين كده الناريتيف والسيستماتيك. ولكن خلينا اوضح كده باختصار شديد كل حاجه من دول ايه هي الهدف منها، وبعدين لما نعرف ايه هي الهدف منها نعرف ازاي نكتبها ويعني نتناقش مع بعض. اول حاجه ودي حاجه اساسيه جدا بيكون فيه العنوان، فالعنوان ده بيبقى زي اليافطة كده بتاعت المحل اللي هي هتدخلك تقرأ البيبر ذات نفسها. فالعنوان مهم جدا، انك تهاو تو فورم العنوان بتاعك، وهنعرف ازاي الكلام ده. بعد كده الابستراكت، الابستراكت ده يا جماعة حاجة مفتوحة، يعني الحاجتين المفتوحين بشكل مجاني في كل الأبحاث هو العنوان والابستراكت. وبالتالي الابستراكت ده بيكون ملخص كده لكل اللي انت عملته في البيبر بتاعتك. بعد كده بندخل على الانترودكشن، الانترودكشن دي بتبقى حاجه جنرال خالص. الحاجه الجنرال بتاعت الانترودكشن دي مجرد بس تقديم للمحتوى اللي انت هتتكلم عنه في البيبر بتاعتك، وهنشوف الكومبوننتس بتاعتها عامله ازاي. بعدين الميثودولوجي، لو انت بتشتغل برايمري ريسيرش بتقول يا جماعه والله احنا رحنا جبنا خلايا من المكان الفلاني، والخلايا دي يعني شلناها من البيشنتس بالشكل الفلاني، بعدين وديناها للدكتور محمد او وديناها للسنتر بتاع الهيستولوجي راح مثلا قطعها بشكل معين واشتغلنا عليها بشكل معين، تروح كاتب كل اللي انت عملته الميثودز بتاعتك. وبعدين بتعمل شويه تحليلات معينه او شويه اناليسز معينه، الريزلت بتاعتك بتقول النتائج بتاعت الاناليسز دي، ولكن في الديسكشن بتقول ايه هو اللي انت وصلت له بشكل مقالي، بشكل سهل، بشكل بسيط ان الناس تقدر تفهمه. طيب نفس الكلام ده بالظبط في السيستماتيك ريفيو، ولكن في النارتيف ريفيو بيختلف عن طريق ان هو مفيش ميثودولوجي معينه، مفيش شغل معملي انت عملته، مفيش طريقه انت اتبعتها، بتكتب الكونتنت بتاعك على طول. طيب انا كنت حابب يعني اوريكم شويه امثله، فعلى سبيل المثال
موقع مشهور جدا اسمه بوب ميد، اكيد كلنا نعرفه يعني. فاحنا بس هنشوف مع بعض مثال مثلا، خلينا يعني عايز اسمع من اي حد اي توبيك معين نبحث عنه، مرض معين مثلا، اقتراحات سريعا كده في الشات. اللنج كانسر، اللنج كانسر مثلا. خلاص انا بس عايز اوريكم الميثودولوجي ازاي يعني ازاي تكون ريسيرشر. فاحنا مثلا بنبحث باللنج كانسر، وكلمه لنج كانسر دي يعني خلينا نقول يعني ترم ضعيف خالص، احنا محتاجين ان احنا نزوده بعدين، ولكن في البدايه يعني احنا عارفين ان الريفيو ده يا جماعه الهدف منه ان هو بيلخص شويه حاجات مع بعض. وبالتالي انا ممكن اعمل اول فلتر بتاعي هنا، لو احنا دخلنا على الارتكل تايبس هتلاقي ان فلتر المحاضره هنا، فلتر بتاع ريسيرش هنا، هتروح مختار ريفيو مثلا. فانس ان انا اخترت ريفيو مثلا، ممكن تختار الفلتر بتاع اخر 5 سنين، تقرا حاجه عن اخر 5 سنين او حاجه زي كده، او ممكن تسيب الفلتر زي ما هو. فاول حاجه انا بقول لك لانج كانسر دايجنوستس اند مانجمنت، فانت لو حابب تعرف مثلا التشخيص والعلاج بتاع اللانج كانسر هتروح داخل على البيبر دي، وبعدين هتلاقي مثلا ان هي مفتوحه. البي دي اف بتاعها اهو. فدايما الريفيوز كنت بقول ان هي ناريتيف، معناها ناريشن جاي من واحد يحكي كلام كتير. فدايما الريفيوز الناريتيف ريفيوز او الليتريتشر ريفيوز هتلاقي فيها كلام كتير، فيها شويه صور، فيها شويه حاجات حلوه كده. فمن ضمن التيبس او التريكس اللي انت هتحطها كده كهنت ليك، اول حاجه لازم تقرا العنوان بشكل كويس، لازم تفهم العنوان بشكل كويس. تاني حاجه لازم تقرا الابستراكت بتاعك بشكل كويس وتفهمه بشكل كويس، مش مجرد انك تخش تروح داخل على طول تقرا في المحتوى بتاعك. فدي اللانج كانسر دايجنوستس اند مانجمنت، يعني قرانا الابستراكت ده. وبعدين تدخل على البيبر زي ما انت شايف كده. لو انت بصيت على الاوتلاين بتاع البيبر دي، فهو كتب الابستراكت، بعدين الحته دي كده دي عباره عن انترودكشن، وبعدين هنا بدا في الاوتلاين بتاعه، بدا في ريسك فاكتورز الباثولوجي وما الى ذلك، وبدا يتكلم في العناوين الفرعيه بتاعته زي الدايجنوستس، وتحتيها عناوين فرعيه اكتر. طيب فبالتالي لو احنا شفنا الفيجر اللي قدامنا ده، وده هنشرحه شويه، ازاي تكتب او ازاي يعني تكتب ناريتيف ريفيو زي اللي احنا شايفينه ده من شويه. اول حاجه هو انك تشوف فيلد اوف انترست بتاعك، يعني تشوف كده مجال انت مهتم بيه، مجال مثلا زي الانكولوجي، مجال مثلا زي الميديكال جينيتكس، مجال زي البروتينز، مجال زي الفيتامينز هرمونز دراجز تريتمنت، وات ايفر المجال اللي انت حابب تشوفه. وبعدين بتشوف ديزيز معين مثلا لو انت حابب تشتغل كلينيك ريسيرش. احنا بنحاول ان احنا نسمبليفاي الموضوع، ولكن هو في الواقع هو سمبلي زي ما احنا بنشرح يعني. بعد ما بتشوف الفيلد اوف انترست بتاعك، مثلا حد عندكم في العيله عنده ديزيز معين وانت حابب تقرا عن الديزيز ده، او انت شايف ان الديزيز ده منتشر في مصر وانت حابب تعرف عنه اكتر، او لقيت بوست معين حد بيتكلم عن ديزيز معين وانت عندك اهتمام بيه، حد مثلا زي اللي قالنا عن اللنج كانسر. فاللي حصل في اللنج كانسر مثلا ده فيلد اوف انترست بتاعي، لازم زي ما انا وضحت هنا في الفيلد اوف انترست بتختار مجال معين وبتختار ديزيز معين. فاحنا اخترنا الديزيز بتاع الايه، بتاع اللنج كانسر، لازم برضو نختار معاه فيلد معين. فلو اخترنا مثلا فيلد بتاع الدايجنوستس والتريتمنت اللي هو الادويه مثلا او الحاجات زي كده، فهنفتح البيبر بتاعتنا هنا، هنلاقي مثلا دي طرق التشخيص بتاعتنا، وممكن تلاقي تحت ادي البيبر بتاعت الكلاسيفيكيشن، وبعدين هتلاقي هنا تريتمنت اوف لانج كانسر. فيكون الاهميه او التركيز بتاعك او الفوكس بتاعك هو على التريتمنت بتاع اللانج كانسر ده بيتم ازاي. هتروح فاتح ريفيو زي كده، وبعدين تقرا عن الريفيو ده بيتم ازاي، التريتمنت بتاعك بيتم ازاي، وتستوعب البيبر. ممكن تفتح بيبر تانيه تتكلم عن التريتمنت وتقرا برضه. مع 2 3 بيبرز كده انت قراتهم، هتلاقي ان جات لك فكره بحثيه معينه. فكره بحثيه معينه زي ايه مثلا؟ خلينا نقول بشكل تطبيقي،
دي انواع مثلا لانج كانسر، نان سيل يعني نان سمول سيل كارسينوما، وفي سمول سيل كارسينوما مثلا، وبيتعالجوا بالشكل الفلاني، الكيمو ثيرابي بتاعهم بالشكل الفلاني، واسماء الكيمو ثيرابي مثلا ممكن تلاقيها موجوده في البيبرز دي. طيب، ف ممكن يكون الفكره بتاعت الريفيوز بتاعتك ان انا عايز اعمل ريفيو مثلا على كل الحاجات اللي هي الكيمو ثيرابي اللي بتستخدم في علاج النون سمول سيل كارسينوما. فدي يكون مثلا دي الايديا بتاعتك او الفكره بتاعت الريفيو بتاعتك. طيب، بعد لما تجيب الفكره البحثيه بتاعتك، الفكره البحثيه يا جماعه بتيجي عن طريق انك تقرا كتير. وانس انك تقرا كتير هتلاقي ان في ليميتيشنز ظهرت قدامك، هتلاقي ان في ادويه، اسماء ادويه مثلا معينه ظهرت قدامك، هتلاقي في حاجات كتير ظهرت قدامك. بعد لما بتجيب فكره بحثيه مثلا زي اللي انا مقترحها من شويه، تقدر انك تعمل لها كونفرميشن. طيب، يعني ايه كونفرميشن؟ يعني تبحث مثلا هنا، تروح راجع تاني تكتب اند كيموثيرابي، هتلاقي هنا بالظبط اهو زي ما احنا شايفين، اد الرول اوف كيموثيرابي اند تارجت ثيرابي ان ايرلي ستيج نون سمول سيل لانج كارسينوما او نون سمول سيل كارسينوما. فبالفعل في ريفيو مثلا زي ده 12 في حاجه زي كده. فانت ممكن تفتح الريفيو ده وتجيب منه فكره مور سوفيستيكيتد، او فكره اكثر تعقيدا، او فكره فيها ليميتيشنز جديد، او الحاجات دي كلها. فلغايه لما بتوصل لفكره بحثيه معينه بتعمل لها كونفرميشن عن طريق انك تتاكد ان هي ما اتنشرتش بالفعل في الليتريتشر، وبرضه ممكن تعمل كونفرميشن عن طريق انك تتواصل مع دكتور معين وتسال الدكتور هل الفكره دي فعلا فكره كواليفايد ان هي تكون ناريتيف ريفيو مثلا على سبيل المثال. لو جينا مثلا قرانا ادي البيبر وقرانا الابستراكت بتاعنا، ممكن نلاقي تحت في الاخر الاكسبرت كومنتري، يعني الكومنت بتاعهم هيكون عامل ازاي. هتلاقي مثلا هنا ان في يعني زي مثلا ليميتيشن معين او حاجه معينه، دايما بيكون في اخر البيبر كده الليميتيشنز بتاعت الشغل بتاعتهم، تقدر انك تاخد الليميتيشنز دي وتبني عليها الشغل بتاعك. حاضر، هشوف الريكوست. ولكن احنا هنا بنوصل لفكره بحثيه، وبعد لما بنوصل لفكره بحثيه بنعمل لها كونفرميشن، اما ان احنا بنبحث في الليتريتشر، واما ان احنا بنسال دكتور في الفيلد ده كويس في الفيلد ده ونتاكد ان هي كويسه. طيب، بعد لما بنعمل كونفرميشن، خلينا نسمع السؤال الاول. معلش يا دكتور، انت حضرتك قلت ان احنا بنعمله كونفرميشن علشان نتاكدوا انها ما كانتش موجوده. طب مش الناريتيف ريفيو عموما بالافكار بتاعته قديمه او مبنيه على اللي هو البرايمري اللي هو بيبقى افكار موجوده قبل كده؟ لا، هو مش بالضروري يكون قديمه. يعني هو خلينا نقول لكم في البدايات الامر بتبقى يعني هو علشان توصل لفكره بحثيه كويسه، لو انت معاك مثلا تيم او انت معاك هيد معين، الهيد ده بيكون هو عنده كميه افكار كويسه يعني. ولكن في البدايه بالنسبه لك فعلا انت محتاج تقرا كتير، يعني زي ما انا وضحت لك الطريقه دي بشكل مختصر، بس فعلا انت محتاج تقرا اكتر واكتر واكتر لغايه لما توصل لفكره بحثيه محدش اشتغل فيها قبل كده. انت هتلاقي ان هي دي فعلا انا مش عارف اجاوب على السؤال ده. وانس انك تلاقي حاجه انا مش عارف اجاوب على السؤال ده، فساعتها هيكون الفكره البحثيه بتاعتك للناريتيف ريفيو قويه جدا وكويسه جدا. يعني it takes شويه تايم، بتاخد شويه وقت علشان تتاكد ان الفكره كويسه. اسلام، هو بالنسبه للي انا بعمل كونفيرم للايديا بتاعتي، هو ممكن اكون بكتب في نفس الموضوع او في نفس العنوان ويكون اتنشر قبل كده حاجه بنفس العنوان بس المحتوى مختلف، فاعتقد ما يبقاش فيها مشكله اللي انا اشتغل على نفس بالظبط. يعني مثلا بيبر زي اللي احنا فتحناها بتاعت الرول مثلا بتاعت الحاجات اللي احنا شايفينها دي، لو ربما انت الاهتمام بتاعك بالشكل ده، انت شوف هنا يعني مثلا areas covered ده، انت شوف هنا كان اهتمامهم والايم بتاع الريفيو بتاعهم ده كان ايه. لا، ربما الايم بتاعك او الهدف بتاعك من الريفيو هو في نفس العنوان ونفس الكاتيجوري ونفس كل حاجه، ولكن الهدف بتاعك شويه مختلف عن الهدف بتاع الريفيو ده، فساعتها تقدر تكوندكت الريفيو بكل سهوله، يعني ما فيهاش اي مشكله. طيب، بعد لما بتكونفيرم الفكره البحثيه بتاعتك بتبدا تعمل الاوتلاين بتاعك. طيب، اهميه الاوتلاين ده يا جماعه انا ممكن اوريكم بس مثال تبسيطي بسيط عن اهميه الاوتلاين. بيبر زي البيبر اللي اتنشرت بتاعه ال HCC، حد شايف HCC معايا؟
اتش سي سي اهي تمام. ف يعني دي البيبر اللي اتنشرت اهي. فاحنا حابين نوريكم بس وان اوف يعني فده على سبيل المثال. خليني اوريكم بس تفكيري ساعتها ازاي. انا اللي عامل الاوت لاين اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كان التفكير ساعتها يا جماعه احنا قرانا عن التريتمنت بتاع الاتش سي سي الهيباتوسيل كارسينوما. وبعدين اكتشفنا في حاجه اسمها النانو ميديسن. النانو ميديسن دي حاجه جديده الناس بتنشر ابحاث برايمري ريسيرش بتقول ان النانو ميديسن دي حاجه فعاله ان هي تتارجت يعني الليفر سيلز ويكون التريتمنت تارجتد او افكتيف او موجه. هو ده يعني ده اللي احنا قرأناه من شويه ابحاث بتتكلم عن النانو ميديسن وما الى ذلك. فحبينا ان احنا العنوان بتاعنا واحنا شغالين احنا تارجت ثيرابي فور هيباتوسيل كارسينوما. ازاي ان احنا نعمل تارجتنج ل الاتش سي سي بشكل مباشر, ايه هو البوتنشال بتاعه وايه هو التشالنجز اللي هي هتقابلنا. ده كان السؤال بتاعنا. طيب السؤال بتاعنا زي ما احنا شايفين احنا دايما بيكون في بدايه الموضوع بيكون في انترودكشن. فاحنا عملنا اوفر فيو ايه هي الكرنت ثيرابيز الموجوده حاليا وهاو افيشنت زي ار والفعاليه بتاعتهم عامله ازاي. وبعدين عملنا برضو انترودكشن بسيطه على النانو ميديسن بوتنشال ان اتش سي سي. طيب فهو ده دي الاثنين التو بوينتس دول العناصر بتاعه الانترودكشن بتاعتنا. بعد كده شفنا ان في حاجه اسمها نانو ميديسن زي ما احنا وضحنا. النانو ميديسن دي بتتكون من ريسبتور معين وكارير معين, حاجه بتشيل الدرج او حاجه بتشيل البارتيكل بيتحط على كارير معين والكارير ده بيبايند مع ريسبتور معين بحيث ان هو يعني يعمل الافكت بتاعه. فهو ده كان الهدف بتاعنا. احنا شفنا ان السيستم بتاع النانو ميديسن بيكون بالشكل الفلاني. فاحنا عملنا البيبر بتاعتنا العنوان يعني عنوان من ضمن عناوين الريفيو بتاعنا كان بالشكل ده, والعنوان الثالث بالشكل ده, والعنوان الرابع بالشكل ده. وبعدين قرأنا شوية بيبرز أكتر. البيبرز أكتر اللي احنا قرأناهم دول علشان تجيب لنا العناوين الفرعية اللي هي تحت العنوان الفرعي الرئيسي. وحطينا هنا الفيوتشر دايركشنز والهوب. فاحنا كده عملنا الأوتلاين بتاعنا. طيب الأوتلاين ده مهم جدا علشان الأوتلاين ده يا جماعة أول حاجة بيخلي الدرافتنج ليس ستريسفول. يعني إيه الدرافتنج ليس ستريسفول؟ يعني لما هتيجي تشتغل في الريفيو بتاعك مثلا شروق, لو حابب تشتغل على السيلفر نانو بارتيكلز هتروح تبحث في باب ميد, هتروح كاتبه هنا كده سيلفر نانو بارتيكلز عند مثلا اتش سي سي. فلما تبحث عن السيلفر نانو بارتيكلز عند اتش سي سي لقيت ان النتائج بس 19 نتيجه. فهي لما تيجي تخصص احنا بنحاول ده كله نعمل زي انترودكشن عشان نوصل للمرحله بتاعه الكتابه. هي شروق مثلا لما هتيجي تخصص وقت مثلا ساعه للبروجكت بتاع الريسيرش اللي احنا شغالين عليه, فهيبقى النهارده مثلا ده العنوان الفرعي بتاعها فايل جديد ان احنا بنتكلم على السيلفر نانو بارتيكلز خلاص. وبعدين هتروح منزله ال 19 بيبر دول, او مش تنزلهم يعني كلهم, ولكن تقرا العنوان بتاعها والابستراكت بتاعها وتشوف هل هو ريليتد فعلا بالفيلد بتاعنا ولا لا. ادي السيلفر نانو بارتيكلز هيباتوسيل كارسينوما وتقرا العناوين وما الى ذلك. هتنزل بقى اللي تنزله من البيبرز دي الريليتد بالفيلد بتاعنا. هنفترض مثلا انها نزلت من ال 19 بيبر دول نزلت مثلا 15 بيبر. 15 بيبر قعدت عليهم قراتهم فهمتهم, مثلا نزلت بيبر بالشكل الفلاني, فالبيبر بالشكل الفلاني مثلا لقيت ان السنتنس دي كويسه. بنستخدم برنامج زي مندلي, مش عارف تعرفوا مندلي ولا لا. بنستخدم برنامج زي مندلي, خليني اوريكم مندلي. طيب اي حاجه من الحاجات دي موجوده بالفعل شرحها في يعني في القناه. فمثلا بيبر زي دي مثلا احنا نزلناها وقرانا البيبر دي لقينا ان السكشن ده مثلا مهم جدا بالنسبه لنا واحنا محتاجين ان احنا نستخدمه بعد كده.
فانا كمحمد مثلا السنتنس دي عجباني، فبروح واخد السنتنس دي واروح اخدها كوبي كده، وبعدين احطها مثلا في البيبر بتاعتي بيست. الناس بقى هتقعد تقول لي الكوبي بيست والحاجات دي كلها ممنوعه وما الى ذلك. انا حاليا انا ما حطيتهاش في البيبر بتاعتي، ما حطيتهاش في الريسيرش بتاعي، ولكن انا خدت السنتنس دي من البيبر دي، تمام؟ وبعدين انا بعمل للبيبر دي سايتيشن، بس انا لسه ما شغلتش السايتيشن هنا، ولكن بعمل البيبر دي سايتيشن. مش عارف انت تعرف ايه سايتيشن، مش عارف انت تعرف يعني ايه سايتيشن ولا لا. فبعمل للبيبر دي سايتيشن، بعدين مثلا دخلت قرأت من بيبر تانية، البيبر دي مثلا دخلت هنا وقرأت البيبر، لقيت ان الحتة بتاعت الريزلتس دي مهمة بالنسبة لي، رحت اخدها زي ما هي كده، حطيتها كوبي بيست وعملت برضو للبيبر دي سايتيشن. فكده انا جمعت مثلا تو سيكشنز معايا اهو، في الحته اللي هي ريليتد بالسيلفر نانو بارتكلز، وقرات البيبرز وفهمت الموضوع، وكتبت كده في ورقه جانبيه الموضوع بيتكلم في ايه وابعاد الموضوع عامله ازاي. افتح بقى دوكيمنت جديد خالص ده الدوكيمنت اللي انا هسلمه للشغل بتاعي، يعني ادي سيلفر نانو بارتكلز. وبعدين انا لقيت ان هو من يعني بيكون مثلا بالنسبه لي انا بيكون في 20 30 40 سنتنس مثلا، فال 20 سنتنس دول انا هلخصهم باسلوبي انا بقى. بعدين هقول مثلا we found that there are five types مثلا of silver nano particles. طيب فانا قلت ان في مثلا خمس انواع من السيلفر نانو بارتكلز used in the management HCC. كتبت هيباتو سيلك. فدي مثلا دي فاكت معينه، انا لازم اعمل ريفرنس للفاكت دي، لازم اعمل سايتيشن للفاكت دي. اكتشفت ان الفاكت دي اللي انا لسه حاططها اللي هي في خمسه تايبس اوف سيلفر نانو بارتكلز دي، الفاكت دي انا واخدها من البيبر اللي هي دي. انا بس عايز اعمل الاداه بتاعت السايتيشن، بتخش على تولز هنا يا جماعه، انستول ام اس وورد بلجن، بس لازم تقفل الوورد علشان مثلا خلينا نسيف دي واحد في الديسكتوب. طيب هي كده الأداة بالفعل اتسطبت، بس هوريكم دي الأداة بتاعت السيتيشن بتاعت مندلي. فزي ما احنا شايفين الأداة اتضافت هنا اهو. فأنا على سبيل المثال جبت السنتنس دي من البيبر الفلانية، هروح داخل insert citation go to مندلي، والبيبر دي هي اللي أنا أخدت منها الشغل بتاعي، هروح أدوس لها سايت كده. فأنا بالفعل حطيت الريفرنس بتاع البيبر دي سواء رقمي أو اسمي يعني. في الآخر خالص كده في آخر الشغل بتاعي بحط كلمة reference، بعدين بدوس insert bibliography. خلاص. طيب احنا اكتشفنا مثلا في خمس types of nanoparticles. The first type مثلا is ABCD and it is used مثلا to كذا 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 كذا. كتبت المحتوى بتاعي واخد الكلام ده من البيبر الفلانية اللي هي البيبر دي، ورحت عامل لها برضو citation. ف الساينتفك رايتنج احنا زي ما احنا شايفين هو دي الطريقه، يعني حطيت شويه انترودكشن كده في الاول عشان نوصل بيها للمرحله بتاعت ان هو يا جماعه الساينتفك رايتنج ما فيهوش اي كلاكيع خالص، في شويه مقدمات معينه كده لازم تعرفهم هنتكلم عنها حاليا، في شويه ادوات مساعده عشان تساعدك انك تكون كويس في الساينتفك رايتنج، ولكن هو الموضوع سيمبل جدا وبسيط جدا زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. الأهم حاجة المحاضرة دي مسجلة، أهم حاجة إن يكون في يعني زي أوتلاين كويس، يكون في بلاننج كويس، يكون في شغل كويس في البداية، ساعتها الرايتنج هيكون أسهل بكتير جدا من إن واحد يروح يقعد يكتب في الريفيو من أول لآخر من غير أوتلاين وماشي كده وخلاص. ده بالنسبة لي الساينتفك رايتنج. طيب إزاي برضو أحسن الساينتفك رايتنج بتاعتي؟ علشان أحسن الساينتفك رايتنج بتاعتي أنا بكتب باللغة الإنجليزية. فأول حاجة لازم يكون
عندي شوية يعني عايزين نطلع بس من المعلومات بتاعة الثانوية العامة وازاي تكتب باراجراف والحاجات دي كلها. احنا حابين نعمل ابجريد للموضوع ده. طيب ابجريد للموضوع ده هو انك محتاج تبص بصة كده مثلا على كتاب جرامر بالانجلش، تتعلم ازاي يعني تفهم الجرامر كده ببصة سريعة، يعني ما تطولش شوية في موضوع الجرامر. ممكن تتفرج على فيديوز بتاع الجرامر، يعني مثلا كلنا عارفين الموقع بتاع انجفيد دوت كوم ده، انجفيد ده ما فيهوش عيب خالص. انت تدخل دلوقتي اول ليسنز بتاعتك اهي، او تخش التوبكس بتاعتك وتخش على الجرامر بس. ادي التوبكس بتاعت الجرامر، تختار انت بيجنر ولا انترميديت ولا ادفانسد. ادي ادفانسد مثلا، فايند ليسون، والله انا ما اعرفش، انا برتاح لادم ده، انا ما اعرفش مين ادم، ولكن هنفترض يعني 28 ليسون. مشي ايدك فيهم كده شويه علشان تمشي الجرامر معاك، يعني مش لازم تدرس جرامر بقى بتاع تالت اعدادي، ولا هو زمن المضارع البسيط ويستخدم في كذا وكذا وكذا، بس اتس بيتر انك تكون فاهم الجرامر الدنيا بتبقى ماشيه فيه ازاي. مش كل حاجه يعني، الموضوع ده ياخد منك اسبوع، ما تكترش اكتر من كده. انما العنصر الاساسي التاني بقى كتاب اسمه The Elements of the Style. خليني كده اوريكم الكتاب، يبقى هسيب لكم اللينك بتاع الكتاب ده في موجود. الكتاب ده اسمه Elements of the Style. الكتاب ده اهو The Elements of the Style. يعني ايه The Elements of the Style؟ يعني العناصر بتاعت الستايل بتاعك، عناصر الشغل بتاعك والكتابه بتاعتك عامله ازاي. فهو في شويه تيبس وتريكس. الكتاب ده احنا في التيم عندنا في بدايه التاسيس التيم، دي كلها introduction عشان بس الناس ما تحسش ان هي دي introduction بقى كتيره بخناقات عن الكتاب وما الى ذلك، ولكن الشابتر الاولاني اهو بيقول لك elementary rules of usage، يعني يعني rules اساسيه elementary، يعني اساسيه في ازاي تستخدم يعني الشغل بتاعك يعني او الكتابه بتاعتك. فهنا هتلاقي شويه حاجات مش ادفانسد، ولكن يعني بينظف لك التعليم اللي انت كنت اتعلمته قبل كده، ازاي مثلا تستخدم البوسيسيف ابوستروف اس، الحاجات دي كلها. ازاي ان سيريس مثلا، امتى تستخدم كوما بالشكل الفلاني، ازاي تحط بارنثيتك، ازاي تحط يعني هتلاقي الرول في يعني بولد كده باللون الاسود الغامق، وهتلاقي هنا المثال بتاعتها هنا والتوضيح بتاعها هنا في اكثر من مثال. يعني لو جينا بصينا هنا مثلا، ازاي تحط الكوما اللي هي مثلا جمل، وات ايفر الجمل عامله ازاي، ازاي تكتب التواريخ. وهتيجي تبص على الشابتر الثاني، بس عايز اخلي ده كده سكرولينج، وهتيجي تبص على الشابتر الثاني. الشابتر الاولاني ده مهم جدا جدا جدا. الشابتر الثاني تلاقي بيقول لك elementary principles of composition، يعني ازاي تعمل composition كويس. يعني ايه composition كويس؟ يعني الباراجراف اللي انت هتكتبه ده ازاي تخلي الكومبوزيشن بتاعه ككل كده كباراجراف ذات نفسه كويس. فبيقول لك اختار ديزاين معين مثلا هولد ات، وهيديك مثال زي كده. بص على الثانيه، الوحده الثانيه بتاعتك بيقول لك ميك ذا باراجراف ذا يونت اوف كومبوزيشن، وهيقول لك التفاصيل بتاعت الكلام ده. بص على النقطه الثالثه، بيقول لك استخدم مثلا اكتيف فويس، استخدم باسيف فويس، وات ايفر اليوسجز اللي هو او الرولز اللي هو هيحطها لك انت تتبعها. هتيجي تخش مثلا على الشابتر الثالث، بيقول لك مثلا a few matters of form، حاجات كده معينه، ازاي تعمل هيدنج، ازاي تعمل هايفن، ازاي تحط الكوما، ازاي تعمل مارجنز، النيومرز، البارنثيز، ازاي تحط قوس، قوس ده امتى، الكوتيشنز، كل الحاجات دي كلها هتتعلم ازاي تحطها. هينزل على القناه بتاعتي اهو. وبعدين وما الى ذلك بقى كلمات كتيره جدا، وانت استخدمها كويس ولا لا. يعني اتليست اول ثلاثه تشابترز دول من الكتاب دول مهمين جدا. التشابترز ده او الكتاب ده يا جماعه، الكتاب ده بيدرسوه في الدراسات العليا في بلاد بره. فاللي هو ليه ما تسمع يعني، يعني ده بلاد بره اللي هم الامريكانز اصلا، اللي هم النيتيف انجلش سبيكرز بيدرسوه. فليه انت ما تدرسوش؟ ده بيسموه ذا بايبل اوف رايتنج، او الانجيل بتاع الكتابه بالنسبه لهم. فالكتاب ده مهم جدا انك تستوعبه وتتشربه، تقراه كده سنتنس باي سنتنس، سطر بسطر تترجمه. انا يعني ممكن اجيبه لكم من المكتبه هنا، احنا طبعنا الكتاب ده، عملنا هايلايتس، ذاكرنا عليه بجد. انا لما كنت بشتغل في الكتاب ده كان مثلا الحته دي اومت نيدلس ووردز، فانا
كان ممكن يكون في بعض الكلمات كلمه زي امات ممكن تكون جديده عليا مثلا. امات يعني تحذف مثلا، فهنا تحذف كلمات النيدلس ووردز. انت لو جيت بصيت هتلاقي الريسيرش كله رايتنج كلها في الحته في القاعده بتاعت امات نيدلس ووردز، انك تحذف الكلمات اللي هي مالهاش لازمه. فقلت انك تتمرن هنا على الكلمات اللي هي مالهاش لازمه في الكتاب ده وتستوعب كده. انا كنت بكتب جنبيها بالعربي هنا احذف الكلمات اللي هي مالهاش لازمه. وبعدين مثلا في الاخر خالص بعد ما اتعلمنا الرولز دي عذرا كتبناها كده في زي تشيك ليست معينه. والتشيك ليست دي يا جماعه كنا بنحطها قدامنا كده مع بيبر تانية بتاعت فوكابلري كلمات، كنا بنحطهم، انا كنت بحطهم قدامي كده قدام اللابتوب علشان وانت بتكتب الشغل بتاعك تكون يعني عينك كده على الرولز اللي انت اتعلمتها اللي انا ذاكرتها. الرولز دي كتبتها كده وذاكرتها وتشرطتها جوه دماغي وفهمتها. طيب لازم برضو تستوعب ان دي مثلا دي الستبس بتاعت رايتنج نارتيف ريفيو. لو جيت بصيت هنا هتلاقي حاجه اسمها الفيرست درافت وفي السكند درافت وفي الثيرد درافت والفورث درافت وفي الفاينل درافت. الرولز بقى لو جيت بصيت في الفيرست درافت، فالفيرست درافت ده يا جماعه ما هو الا مكان، لازم تستوعب كده كويس ان الفيرست درافت ده ما هو الا مكان علشان ترمي فيه كل الافكار بتاعتك. يعني انا الفيرست درافت اللي احنا كنا مشخبطين فيه من شويه عاملين ناخد كوبي بيست على شويه كده كام سنتنس انا كاتبهم على شويه شقلبظات كده وشويه لخبطات، يعني الفيرست درافت ده بتاعي انا محدش بيفهمه غير انا. ليه بقى؟ لان هو شويه لعبكه كده مع بعض. انا مش محتاج اي ستايل بقى ولا كومبوزيشن ولا اي حاجه من الحوارات دي كلها. انا محتاج بس ان انا اجمع كل الفاكتس او الحقائق العلميه، عايز اجمعهم كلهم في مكان واحد. ده بالنسبه للفيرست درافت. بعد لما خلصت الفيرست درافت بروح قاعد على روقان كده واعمل فلترنج للسكند درافت بتاعي واكتبه بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا ده واحط السيتيشنز واظبط الاداء بتاعي. طيب بعد لما كتبت السكند درافت بتاعي ساعتها بقى ادخل على الرولز اللي انا كتبتها في التشيك ليست دي وابص كده على الشغل بتاعي ده. حد بيجي يسالني مثلا ازاي تعرف ان الرايتنج اللي انا كاتبه ده ساينتفكلي كوريكت او يعني كويس؟ انا فكرت في اجابه السؤال ده، لقيت ان اجابه السؤال ده بتقول ان هو لو انت قدرت انك تبعت البيبر بتاعتك دي اللي انت كاتبها وتديها لشخص اي اي ايا كان الشخص ده، صديق ليك، حد في الفيلد بتاعك، وتفر بقى مين الشخص ده، ويقدر هو ان هو يقرا البيبر بشكل كويس ويكون هو فاهم البيبر بتتكلم في ايه. يعني تقول له مثلا اقرا الباراجراف ده وابعت لي كده في ريكورد انت فهمت ايه من الباراجراف ده. فهو لو قدر ان هو يقرا الباراجراف ويقدر ان هو يفهمه ويقدر ان هو يبعت لك ريكورد ايه المحتوى بتاع الباراجراف ده، فساعتها انت كاتب كتابه علميه كويسه. الكتابه العلميه مميزاتها ان هي ما بتحتاجش كلمات مكلكعه زي الكرييتيف رايتنج. ايه الكرييتيف رايتنج؟ النوفلز والشورت ستوريز والحاجات دي كلها تحتاج انك تكون كده شخص كرييتيف وكلماتك جامده واسلوبك فظيع والحوارات دي كلها. انما الكتابه العلميه لو انتوا شفتوا لو انتوا شايفين السنتنسز اللي قدامنا دي بتكون بنفس البساطه دي. كل ما يكون في بساطه مع شويه فاكتس مع شويه حقائق علميه، انا دلوقتي بعد ما يعني بعد ما اكتب الريفيو ده هيجي حد مثلا زي السيد يقرا الريفيو بتاعي ده، فسبحان الله قرا الريفيو لان انا فاهم الريفيو ده بيتكلم عن ايه، ويمشي في الموضوع شويه كده ويلاقي ان هو سبحان الله انا فاهم الريفيو ده بيتكلم عن ايه، انا محتاج ان انا اقتبس الريفيو ده في الشغل بتاعي واستفيد بيه. هي هو ده باختصار شديد يعني الكتابه العلميه ازاي تكون يعني تستوعب ان هي الموضوع سهل بس انت محتاج شويه انك تطور من نفسك. طيب الحاجه الثانيه، احنا وضحنا دلوقتي انك محتاج تتعلم شويه جرامر، محتاج تدرس الكتاب بتاع Elements of the Style، محتاج انك تكتب شويتين ثلاثه ايدك تاخد بس على الكتابه، ومحتاج انك تاخد بس من اول كتابه ليك او تاني كتابه ليك محتاج انك تاخد ريفيوز او فيدباك من حد. الفيدباك ده مش لازم يكون بروفيسور يعني علشان يديك الفيدباك، البروفيسور ممكن ما يدكش افضل فيدباك عشان هو مشغول مثلا ما قراش بالشكل كويس، ولكن صديق ليك، انت ليك صديق في نفس الكليه قول له لو سمحت يا احمد اقرا لي الجزء ده من البيبر ويعني قول لي كده انت فهمت ايه وايه رايك في البيبر، هل حلو كويسه ولا لا. في حاجات تكنيكال بقى مثلا زي انك تفتح جرامرلي، الويب سايت بتاع جرامرلي، وتقعد تشيك الجرامر بتاعك وتشيك الحاجات اللي زي كده وتعمل تقعد تعمل شويه الموديفيكيشنز بتاعتك
ولكن الاساس عندك هو انك الكلام بتاعك يكون مفهوم، هو ده اساس الساينتفك رايتنج. ده بالنسبه لي الساينتفك رايتنج يعني. البوك لينك ان تشات بوكس، البوك الكتاب ده يا جماعه يعني ما لقيتوش في اللينك مفتوح، فانا اقدر ارفع لكم اللينك على الدرايف وابعت لكم لينك درايف ان شاء الله. المحتوى ده هينزل على القناه باذن الله. طيب حد يقدر يعمل بيبر كامله بنفسه؟ تخيل بقى يا سيد ان مثلا الاوتلاين انت شايفه قدامك ده، تخيل دي 500 كلمه 800 كلمه 1000 1000 1000 ونص كلمه، تخيل انك تكتب كل الكلمات دي لوحدك. فعايز اقول لك مثلا لو انت فاهم الموضوع ده كويس، ممكن الموضوع ده ما تكونش فاهمه كويس، دي اول حاجه. لو انت غلطت في الاول او لو انت ماشي بستايل من اوله لاخره غلط، فبالتالي الريفيو كله ال 5000 كلمه اللي انت كاتبهم كلهم غلط. لو انت تعمل حاجه يعني معينه غلط، فهتلاقي كل اللي انت عملته ده غلط. فهي الهدف من التيم اول حاجه انك بتقلل اللود عليك، بتقلل الحمل عليك، بدل ما واحد يكتب 5000 كلمه انت تكتب 1000 كلمه بس، وبالتالي ال 1000 كلمه اللي انت تكتبهم دول هتكتبهم بجوده كويسه، تكتبهم كويس لانك تعبان في 1000 بس مش تعبان في 5000. وفي نفس الوقت انك لو عندك اخطاء، فانت غلطت في الالف بتاعك بس، لو الليك هيد او حد السوبرفايزر بتاع البروجكت بتاعك ده يقدر يعدل المستيكس بتاعتك، مش هيعدل المستيكس 5000 كلمه او ريفيو كامل بس يعني. ممكن يترفع على الشات، انا مش عارف ارفعه ازاي على الشات يعني، هو دوكيومنتس من هنا مثلا يور كمبيوتر. تمام، ادي البوكس وادي elements of the style. انا برفع عليه حاليا. اسم القناه بتاعت اليوتيوب، قناه اليوتيوب محمد النجار يعني. ده لينك. طيب خلينا بقى نسمع الاسئله بتاعت الناس. ده لينك الويب سايت بتاعي. فيرست اوثر ومفروض مين يكتب، وبتفرق في الاسامي على البيبر ولا لا؟ السؤال ده بيتسال كتير، اول اوثر واخر اوثر بس هم اللي بيكونوا مهمين، لا سوى ذلك بيكون ما لهمش اهميه، سواء رقم 7 او رقم 13 مش هتفرق خالص. لان هو بيبقى من رقم 2 لغايه رقم اخر رقم او اخر اسم بيكون كلهم اسمهم كو اوثرز او مشاركين او مساهمين في الريفيو ده، ولكن اول اوثر واخر اوثر بيكون اسمه الليدنج اوثر والسوبرفايزر. اخر واحده بيكون معروف بنسبه كبيره ان هو السوبرفايزر او المشرف على المعمل او المشرف على البروجكت، واول واحده بيكون هو الليدنج اوثر او الشخص اللي هو الليدر بتاع الموضوع، صاحب الفكره وصاحب نسبه كبيره من الشغل وما الى ذلك بس يعني. فخلينا نسمع اسئله الناس. هل الكتابة العلمية وصلت ولا لا؟ يعني هو احنا مش هنقدر ان احنا نتكلم في التفاصيل، لان هو لو جيت وبصيته فعلا هو مفيش تفاصيل يعني. هي في الباوربوينت برزنتيشن دي في شوية حاجات عن الكتابة العلمية هنا خلاص، ان مثلا الرايتنج بتاخد، البري رايتنج بتاخد 70%، الفيرست درافت بتاخد 10% من الوقت، الريفيجن بتاخد 20% من الوقت، علشان زي ما احنا شايفين ان البري رايتنج مثلا بتكولكت وبتجمع وبتقرا وما الى ذلك. لو جيت بصيت مثلا على الرايتنج الفيرست درافت والتشيك ليست والحاجات اللي زي كده، هتلاقي ان هو يعني what makes a good writing ان هو بيقدر يكومينيكيت الايديا بتاعتك كليرلي اند افكتفلي. ده اللي احنا قلناه، ان حد يعني حد قرا البيبر بتاعتك لان هي كلير واضحه يعني، واضحه بشكل فعال، وان هي اليجنت وتابعه للستايل، وده احنا قلنا بيكون في خطوه بتاعت الريفيجن بس. هتيجي تبص مثلا على التيبس اللي موجوده هنا، cut the clutter, test yourself, eliminate negatives، كل الحاجات دي كلها موجوده في الكتاب اللي احنا قلنا عنه. فيعني ممكن تبصوا على الكتاب احسن من ان احنا نقعد نشرحه هنا. اقنع دكتور اشتغل معاه ريفيو ازاي؟ والله هو
الريفيو انا شايف ان هو مش مستاهل دكتور عشان حد يشتغل ريفيو. ممكن تشتغل ريفيو باي يور سيلف. انا شرحت محاضرات ازاي تبدا يعني تتعلم ريسيرش وازاي تشتغل ريفيو لوحدك. ممكن حتى تحضر في الورك شوبس اللي احنا بنقدمها، بنقسم الناس على جروبس والناس بتشتغل ريفيو. لما تيجي يعني لما تيجي تبص على الريفيو هتلاقي ان هو موضوع مش صعب يا جماعه. يعني الهدف من الناريتيف ريفيو هو انك يعني تتعلم ازاي تقرا الابحاث، تتعلم ازاي تلخصها، تتعلم ازاي تكتب عنها، تعبر عنها، تعمل سامري، تعمل كريتيك. كل الحاجات دي كلها الهدف من الناريتيف ريفيو. الهدف من السيستماتيك ريفيو انك تتعلم الاناليسز، تتعلم انك تعمل نقد وتشوف الميسنج كونسبتس في البيبر دي عامله ازاي. ده الهدف من السيستماتيك ريفيو. فانا شايف ان الريفيوز دي تقدر تعملها وانت في البيت، فاتعلم بس كويس وهتلاقي ان الريفيو سهله جدا انك تشتغلها. يعني لينك الكتاب مش شغال، ممكن حضرتك ترفعه درايف اسهل ولا ايه؟ انا رفعت الكتاب هنا، الكتاب اهو يا جماعه، وهرفعه درايف، ممكن ابعت لكم اللينك يعني. حد كان رافع ايده؟ اتفضل. يا دكتور اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير. دكتور بعد اذنك، هو انا امتى اكتب باراجراف من دماغي مثلا كده، وامتى اعمله مثلا بارافريزنج ببرامج شبه كولبوت والحاجات دي؟ هو يعني انت لو عايزه تعملي بارافريزنج تاكدي ان الشغل بتاعك يكون وحش. ده مش اسلوب ريسيرشرز، انت ده مش اسلوب باحثين. كويل بوت والبوتس الكتيره ده مش اسلوب يا جماعه من باحثين. يعني دلوقتي انت بتلخصي شغل، بتلخصي دراسات، بتلخصي فاكتس معينه ولها ايثكس ولها معايير معينه. انما بقى اتجاه كبير قوي بقى من المصريين متجه لكويل بوت والبلاجرزم، ازاي يخلي نسبه البلاجرزم اقل، وايه هو التولز بتاعت البلاجرزم. لما دلوقتي لما انا اسالك سؤال، انا دلوقتي لما كتبت البيبر قدامك اهو خلاص، فانا كتبت الستايل بتاعي، كتبت اللي انا فاهمه، وحطيت الريفرنس بتاعي اللي انا جبت منه المعلومات دي، فالبيبر كده ما فيهاش نسبه البلاجرزم صفر. حتى لو في نسبه بلاجرزم 10% 15% عادي برضه، ما هو انا هجيب المعلومات دي من الجنه يعني، ما هي شغل ناس يعني، اعمل ايه طيب؟ انما الناس تاخد كوبي بيست وتروح حطها، تروح حطها على كويل بوت، تروح مغير له كلمه ولا كلمتين ولا ثلاثه، ويروح يقول لك انا نسبه البلاجرزم عندي 80%، ويروح يدور على البرنامج تشيكر يقعد يقلل. بصراحه ده شغل يعني، هو ليه يعني ليه ما كانش من الاول يعني؟ هو احنا يعني انا اسالك سؤال، احنا وضحت في الاول ان احنا بنشتغل شغل كويس، شغل نظيف، وبصراحه النظيف زي الحاجه النظيفه كده بايه، بتعمر وتبقى شغلها حلو. فهتيجي تشتغل شغل نظيف، هيتنشر في مكان نظيف، هيبقى ليه فاليو، متعب شويه بس مش مشكله يعني، هيريحك في كل الابعاد دي بعد كده. بعدين انا فعلا بتواصل مع دكاتره وبعدين يقول لي نسبه البلاجرزم 95%، عايزين نقللها لنسبه 23%. انا والله الدكاتره قايلين لي كده يعني، عشان كده سالت حضرتك، فانا استغربت. اكتب لك ريفيو طيب ولا اعمل ايه يعني؟ ايوه فاهم حضرتك. وزي ما وضحت برضو للسيد اللي هو ليه ما يكتبش ريفيو لوحده، عشان حد كان باعت لي بيبر ريفيو لوحده. يعني هو لو مشي بستايل سايتيشن غلط، فمشي في البيبر كلها ستايل سايتيشن غلط. انا مش هقعد اعمل له يعني مش هقعد امشي وراه واعمل سايتيشنز للبيبر كلها. فيا جماعه احنا بنوضح، انا بحب في كل المحاضرات بتاعتي وفي كل الورك شوبس بتاعتي وكل الحاجات دي كلها، انت مش مستعجل يا جماعه، انتوا كطلبه مش لازم تحضروا جائزه نوبل وانتوا كطلبه. يعني الموضوع كله اوبشنال، الموضوع ده كله دراسات عليا يعني، ده الموضوع ده كله اختياري منك يعني. انت كده واحد مجتهد ومتفوق وجامد، ما تحسسوش ان هو بقى ايه لازم انشر ابحاث في نيتشر قبل ما اتخرج اطلع سنه 6 طب. الموضوع ده فعلا اوفر جدا. الناس بتحمل يعني، الناس عشان ده مثلا نشر بحث او الناس بتقعد تحمل لود ونفسانيات على الناس، بترهقهم بشكل كبير. لا، انت انجوي الاكسبيرينس وانس انك يعني، انا عذرا يعني، بحس ان اهم مهاره جدا في الريسيرش دي كلها ان ده يشتغل. لو ده اشتغل هتلاقي ان الشغل بتاعك والله كله عظمه على عظمه. انما ده انت ماشي بقى ماشي ورا بعض خطوات خطوات خطوات، وانت ولا فاهم اي حاجه، عمال عايز دكتور اشيل البلاجرزم وعايز اشوف البتنج، يبقى ساعتها بصراحه دي دوامه نسبه كبيره قوي من المصريين ماشيين فيها. بس يعني مش عارف ليه الصراحه يعني. اتمنى دكتور اقول لحضرتك على حاجه كمان. اتفضلي. طيب اتفضلي. الو ايوه. السنتنس اللي حضرتك كتبتها بسيطه ومفهومه. انا كنت بحس ان دايما الساينتفك رايتنج عباره عن حاجات معقده وغريبه كده، حتى لو كنت بقرا مثلا الارتكلز عشان مشروع تخرجي وكده، قريت ارتكلز كتيره،
حسيت ان مش كل الكلمات الانجليش انا عارفاها مع اني كويسه في الانجليش، فاهم قصدي؟ انا فاهم قصدك. انا فده هقول لك عايز حاجه، يعني طيب هقول لك ليه ابعاد الموضوع ده، وعلشان اجاوب على السؤال بتاعك. اول حاجه مثلا في مجلات قويه جدا، لو احنا بنتكلم على الريفيوز مثلا، ففي نيتشر ريفيوز، يعني لو احنا مثلا كتبنا، انا مش عارف في نيتشر ريفيوز ولا لا لللانج، يعني يا دكتور اكتب نيوروبلاستيسيتي عشان بحب النيوروساينس. خلينا بس نشوف اللانج كانسر مثلا، فدي لانج كانسر نيتشر، احنا بيبقى لنا فتحناها هي نيتشر ريفيوز كلينيكال اونكولوجي مثلا. فمجله زي نيتشر بتنشر ابحاث جودتها كويسه جدا. افتحي اي ريفيو من البيبرز المنشوره في نيتشر يعني، وجربي بعد ما نقفل الميتنج جربيه، هتلاقي ان سبحان الله انا فاهم، سبحان الله يعني، يعني سبحان الله. انما لو جيت بصيت على باب ميد والحاجات دي كلها، هي اي نعم في حاجات ابحاث يعني سهله فيها، ولكن اللي كاتب الابحاث دي لربما يكون من الصين، لربما يكون من المانيا، لربما يكون من ايطاليا، مش نفس برضو الهاي كواليتي بتاعت الايه الجوده. ففكره انك مش فاهمه البحث ده عنصر اولاني، ان هو ممكن فعلا يكون بحث معفن، مش بالضروره ان هو على باب ميد يبقى بحث قوي يعني جامد جدا، ده مش بالضروري خلاص. يعني مثلا دي بيبر ادي منشوره في ناينج شيمبج ارك، يعني مجله غريبه جدا مثلا، فلربما البيبر دي ما تكونش بالجوده بتاعت الانجليش الواو يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو في طريقه معينه مثلا لقراءه الابحاث العلميه، احنا كنا وضحناها في الفيديو يعني اكثر من مره، وممكن ترجعي في الفيديوهات وتشوفيها. بس مثلا دي الترتيب بتاع ازاي تقرا الابحاث. الاوريجينال ريسيرش مثلا بتقرا الابستراكت والديسكشن، بعد التايتل الابستراكت ديسكشن، الناريتيف ريفيو بتقرا الابستراكت وسبيسيفيك بارت، السيستماتيك وما الى ذلك. ما بتقرايش الميثودولوجي، يعني الريزلتس رقم 3، الميثودولوجي رقم 4، الانترودكشن رقم 5. في هدف او في سبب الموضوع ده. فمثلا على سبيل المثال بيبر زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ده بيتكلم عن نانو بارتيكلز نيو ثيرابيوتيك كذا كذا في ماوس موديل، او البيبر الثانيه اللي احنا شايفينها دي بيبر تقرا العنوان، احنا زي ما لسه واضح اقراوا العنوان وافهموا العنوان. في ناس بتروح عماله تالف في العناوين في العناوين، يعني مش عارف ليه، يعني تقرا تفتح العنوان ده كده وتروح تقرا العنوان كذا، ده سيلفر نانو بارتيكلز اكتيفيتس كذا اند تريكرز ميتوكوندريال ابوبتوسيس، انا مش عارف يعني ابوبتوسيس، ممكن راح ابحث عنها. في اوكسيديتيف ستريس ان هيومن هيباتوسيل كارسينوما، انا بصراحه قرات العنوان ده وفهمته، فعايز انزل العنوان ده ادي ساينس هاب، او عشان ده بس لاب جديد فما عرفتش عليه الاكونتس وكده، رحت اخدت الدي او اي بتاعتي، وبعدين رحت فتحت البيبر زي ما احنا شايفين كده خلاص. يعني بعد ما قرات الابستراكت برضه، لان الابستراكت مفتوح، حسيت ان هو، انا حسيت يعني ما قراتوش، بس حسيت ان هو مثلا ريليتد بالفيلد بتاعي اللي انا حابب اتكلم عنه، ده حاجه اسمها سايتوستيرول نانو بارتيكلز بيعمل اكتيفيشن للابوبتوسيس. فدي مثلا بيبر، دي اوريجينال بيبر ارتكل برايمري ريسيرش. احنا زي ما احنا شايفين ان هنا الترتيب ان هو الابستراكت وبعدها الديسكشن، فبالتالي انا لو فتحت البيبر دي انا قرات العنوان ماشي، وبعدين قرات الابستراكت وبالراحه كده وفهمته واستوعبته، والسنتنس دي ما فهمتش حاجه فيها اختصارات، ممكن ابحث كده عن الاختصارات بتاعتها عامله ازاي وبهدوء كده وبراحه، وفهمت البيبر دي، والريزلت بتاعتهم دايما بتبقى في اخر كام سنتنس كده، عرفت الايه الحوار بتاع البيبر دي بيتكلم عن ايه خلاص. الناس الطبيعيين بقى بيروحوا قارئين انتروداكشن، انتروداكشن تلاقيها سهله قوي، كانسر نانو ميديسن از ان ايمرجينج فيلد اوف كانسر ثيرابيوتكس، سهله اهي، اند سيفرال نانو فورميليشنز ار اندر انفستيجيشن ان كلينيكال ترايلز فور فرايتي اوف كذا كذا، تلاقي دايما الانتروداكشن سهله جدا وبتشجع الناس. فيجي بقى بعد ما يقرا، يعني بعد ما يقرا الانترودكشن يجي يدخل بقى على الايه، على الميثودولوجي، فيقول لك بقى دول بيكو مينيمم، انا مش عارف يعني دول بيكو اسينشال لو كذا، مش فاهم حاجه بقى، يدخل على الحته دي بالظبط، يدخل على هنا ذا هيب جي 2 سيل لاين ووز كذا اكوايرد فروم ناشونال سنتر وكذا، ذا سيل ووز كولد فلاسك ديم، انا عارف دي اسمها دي ميم لو حد بيشتغل سيل كالتشر، with low glucose containing 10% FPS، انا عارف برضه يعني FPS، with penicillin and streptomycin. يعني لو واحد انا اقصد مبتدئ في الريسيرش
هيتعقد. يعني مش فاهم حتى. فبالتالي هو لو يجي يقرا في الميثودز اهو، هو مش فاهم ايه الميثودز دي. ولكن لو راح مسك الموضوع ده كله، وحتى في الريزلتس، يعني هو لو جه قرا الريزلتس ان ستادي كذا كذا، او خلينا في الحته دي من الريزلتس، ان ار اف 2 از ترانسكريبشن كذا كذا، ممكن برضو ما يفهمش الريزلتس بتتكلم عن ايه. ولكن لو جينا بصينا، انا البيبر دي ما اعرفش بتتكلم عن ايه يعني، ولكن ادي اهي السنيبس ار بينج سنسيزايد فيرايتي اوف ويز سبيشالي biological methods are recently gaining more attention. In this study, احنا شفنا الاسلوب ده was used as reducing agent to synthesize DBS كذلك. The UV spectrum showed surface. تلاقي الكلام شوية مفهوم، لأن هم بيكونوا عاملين أصلاً الديسكشن ده علشان يوضح طريقة الكلام. فعدم فهمك للبيبرز، إما أنك بتقرأي غلط، دي حاجة، وحتة بتاعة السرعة دي مشكلة كبيرة جداً عند المصريين، لو عمال يقلب في البيبرز مش عارف ليه. تاني حاجة إن البيبرز نفسها ممكن تكون هي الكواليتي بتاعها وحش، برضو بتعرفيها بالممارسة أكتر يعني. أو ممكن تكون المادة العلمية بتاعتها أصلا تقيلة يعني، وأنت لسه ممكن بالظبط، ممكن حاجة لو في نيتشر، بس مش ريفيوز نيتشر يعني، اللي هي البيبرز ذات نفسها بيكون يعني داخل في، أنا مش فاهم العنوان أصلا، يعني أنا مش فاهم العنوان. فده مش معناه ان هو انك غبي او اي حاجه زي كده، ده معناه ان هو بس ستيل محتاج شويه ايه، شويه تريننج او شويه نولج اكتر عن الموضوع ده. وبرده كل واحد بيقعد فتره معينه كده، بيبر زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي مثلا، الناس لما بتبقى انت مور انترستد في الفيلد ولازم تحدد الفيلد اللي انت تشتغل فيه، بتبص كده مثلا قد الالكتروفيسز بتاعهم عامل ازاي، والفيجرز بتاعتهم عامل ازاي، والتيبل يعني، تخش كده تشقلب البيبر سريع سريع يعني، مش تقعد بقى ايه تقعد تقرأ sentence by sentence يعني. بس هي it takes يعني experience أو تجربة يعني. ورشة قريب احنا ان شاء الله يعني هنعمل النهاردة يا بكرة ان شاء الله على الصفحة بتاعتي يعني، my personal account، هذه ال personal account. شكرا جدا يا دكتور. العفو. كان في حد رافع ايده تاني برضو؟ نسمة. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، الحمد لله. بس كنت عايزة أسأل حاجة في الأوتلاينز، هي الأوتلاينز دي المفروض أنا بحددها علشان أختار الحاجات اللي أنا هكتبها في الريفيو بتاعي اللي أنا اخترتها من البيبرز اللي أنا قرأتها؟ بص، هو الأوتلاين ده بيحطه واحد بس، بيحطه الهيد، وسامها بيكون عشان ما يكونش حاطط الأوتلاين يبقى الناس كلها ماشية معاك، فيكون الدنيا كلها معاكم، ده مبدئيا. فالهيد لما بيجي يفكر يعني، هو اللي احنا قلنا في فيديو، اخر فيديو نشرته على القناه يا ريت الناس تتفرج عليه، احنا فكرنا فروم زد تو اي، من النهايه للبدايه. النهايه بتقول ان احنا عايزين نعمل ايه في البيبر دي، احنا عايزين ننشرها. لو ما اتنشرتش يبقى بصراحه ما لهاش اي لازمه ولا فائده المجتمع العلمي ربع جنيه. طيب، فبالتالي النشر ذات نفسه، اول سؤال المجال اللي تيجي تنشر عندها البيبر بتاعتك دي بتسالك سؤال، وهم حقهم يسالوا ايه هدف او ايه اللازمه من الريسيرش بيبر اللي انت قدمتها دي، سواء بقى ناريتيف سواء سيستماتيك سواء اوريجينال وات ايفر البيبر دي، ايه هو الايم الهدف بتاعك من الشغل بتاعك ده. فلما يكون عندك هدف صريح، اتاكد ان البيبر بتاعتك هيكون شغلها حلو والاستراكشر بتاعها كويس والدنيا كلها مظبوطه. انما لما يكونش عندك هدف وتبقى الدنيا كلها يعني ماشيه كده لخبطيطه، فتأكد ان الشغل بتاعك، وده اللي بيحصل مع الماجستير والدكتوراه، عشان ما بيكونش عنده هدف ويبقى مضغوط عشان المشرف عايز يخلص كذا وكذا وكذا وكذا، فبيبقى الكواليتي بتاعه الشغل ضعيفه. ليه؟ لان هو واحد عايز يعني الخطوه دي بتعمل ازاي هعملها واخلص منها، الخطوه دي بتعمل ازاي هعملها واخلص منها. احنا مش عايزين نخلص من الشغل بتاعنا، احنا حابين نفكر والله الهدف بتاعنا ده يا جماعه بيجمع الكيموثيرابي المستخدم للنانسل لانج كارسينوما مثلا. وبسيط والله، لقيت ان الكيموثيرابي ده حد دايما بيبقى فيه انتروداكشن، دايما بيبقى فيه ريزلتس او كونكلوجن، فهقول لهم يعني ايه كيموثيرابي، هقول لهم يعني ايه لانج كانسر، دي حاجه معروفه جدا الناس كلها بتشتغلها. ان هوضح لهم ان في مثلا خمس انواع من الكيموثيرابي، النوع الاولاني والله بيعمل الاستراكشر بتاعه بالشكل الفلاني والشركه الفلانيه عملته، وبيفكت بتاعه بالشكل الفلاني، والمآخذ بتاعته عامله ازاي، كل البيبرز بتاعت الدراجز بتكون بالشكل ده، ان هو بيتكلم على ايه هي المآخذ وايه هي الافيكاسي الجوده بتاعت الدراجز وما الى ذلك. فهو بناء عليه انا بالستايل اللي انا لسه قايله ده، ادينا عملت الاوتلاين، كتبت الانترودكشن،
وبعدين دخلت في الكونتنت قلت اللي هو يا جماعه احنا عندنا دراج اسمه سين، سين ده احنا عايزين نشوف الاستراكشر بتاعه، وعايزين نشوف الـ يعني الكومبوزيشن بتاعه عامل ازاي، وعايزين نشوف الشركه المصنعه، عايزين نشوف الافيكاسي بتاعته، عايزين نشوف الميكانيزم بتاعه. فلقيت ان في 5 دراجز مثلا، فرحت عامل رسمه 5 دراجز دول، رحت مجمع الميكانيزمات بتاعتهم في كلهم في رسمه واحده، او مجمع الكلينيكال ترايلز بتاعتهم كلهم في تيبل واحد. فشفتوا ازاي ان البيبر بقى لها قيمه، بقى لها فاليو. فاهمه الفكره؟ تمام دكتور. معلش، هو مش شرط ان السوبرفايزر بتاعنا هو اللي يعملها، ممكن مثلا انا اعملها لو انا شغاله على ريفيو لوحدي؟ اه بلاش يعني، بلاش لوحدك ده، بصدقيني لوحدك. هو لوحدك لما عندك ابحاث منشوره قبل كده؟ لا. طيب ده مش حاجه تعيبك ولا حاجه، بس انا بتكلم على انت واخده بالك من الايفورت؟ لو انت مع مجموعه كويسه هتلاقي ان الايفورت اسهل بكتير، اسهل بشكل جوهري. وبالتالي مش لازم مجموعه، ده يبقى 15 واحد، هات 2 بس من اصحابك كويسين كده، انت شايفهم حلوين في الدفعه عندك بيشتغلوا في ريسيرش، قول لهم والله يا جماعه انا عندي فكره كذا، حابين ان احنا نظبط الاداء ونشد على نفسينا ونعملها، وتعالوا نفكر، تعالوا نعمل زوم ميتنج زي اللي احنا عاملينه ده، واشرح لكم كل اللي انا وصلت له. وفكره بقى ان حد بيسرق الفكره البحثيه بتاعتي، وصراحه يعني ما يعني طول عمر الشغل الوحش بيفضل وحش، بيفضل كل حاجه خربانه فيه. فاهمة الفكره؟ انما الناس النظيفه بتبقى طول عمرها نظيفه وشغلها نظيف وما الى ذلك. حتى لما تيجي تقدمي في المجلات، ما المجله هتقول لي هتسرق الفكره بتاعتك؟ لا مش هتسرق الفكره، هتنشر لك الفكره بتاعتك زي البني ادمين، يعني المشكله. فيعني خلي لازم يكون في شويه ثقه، يعني الموضوع بسيط خالص يا جماعه. تمام، شكرا. نعم، ازاي اكتب فكره وموضوع يتقبل في مجلات Q1؟ Q1 ده يعني اعلى ربع، يعني حاجه كويسه جدا، مجلات الكواليتي بتاعها كويس. فالسؤال هنا، هل انت كاتبه حاجه كويسه؟ فلو اجابتك اه هتنشريها في Q1، ايه اللي يمنع انك تنشري البحث بتاعك في Q1؟ يعني لو اللي هيمنع ان البحث بتاعك اي كلام، اللي هيمنع ان الايم بتاعك ملوش لازمه، اللي هيمنع ان مثلا ريبيتيتيف، اللي هيمنع ان الكتابه الانجليش بتاعتك اي كلام، اللي هيمنع ان مفيش ريفرنس مكتوبه بشكل كويس، كل دي حاجات هتمنع انك تنشري في Q4 حتى. انما لو الشغل كويس مبذول عليه مجهود، المجهود بيبان يا جماعه، بيبان بشكل كلير جدا 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 جدا، مبذول عليه مجهود وشغله حلو وحاجته جميله ولطيفه، يتنشر في Q1، ايه المشكله؟ عايز تتمرن على السكيلز بتاعت الكونتاكتنج مع Q1 والحاجات دي كلها من ضمن السكيلز بتاعت الببليكيشن عامه، وكلها بتيجي بالتجربه، يعني كلها بتيجي بالاكسبيرينس يعني. اسراء، السلام عليكم، ازيك حضرتك يا دكتور؟ كويس الحمد لله. طيب انا كنت عايز اسال بس، يعني دلوقتي مثلا لو انا عندي فكره بحثيه ولميت مجموعه من زمايلي مثلا وعملنا جروب واشتغلنا عليها، هل ينفع لنا اعمل لها يعني نشر انا كده وزمايلي، ولا لازم يكون معانا دكتور مشرف؟ لا ولا لازم ولا حاجه خالص، افتحي 200 بحث هتلاقي مكتوب طالب، ممكن ابحاث كتيره جدا، يعني ممكن اوريك على فكره في ابحاث الكوفيد، يعني كنت في اخر ورك شوب وفتحنا بشكل عشوائي، لقينا ان طلبه كتير جدا من الصين ناشرين ابحاث. يعني فكره انك طالب برضه، هرجع اقول لك على حاجه معينه، انا بس بحاول يا جماعه اغير قناعات، انا مفيش اي سكيلز احنا بنشرحها في الورك شوب دي، ولكن القناعه بتاعت اللي هو انت كطالب ومقدمه شغل كويس، ايه اللي هيرفضك؟ يعني انا كطالب اهو قدمت شغل كويس، جم قالوا لي لا اصل انت طالب، لا عادي خالص، ما طالب ومش هجيبهم طالب، ما هو مش مديهم شغل كويس اهو، يعني الطالب ده ما بفهمش يعني انا بعمل ايه، يعني ما انا طالب ومديهم شغل كويس وحاجاتها حلوه اهو، ايه المشكله يعني؟ ففكرة طالب، فكرة سوبرفايزر، خلي بالك بقى السوبرفايزر ده هتخش في مصيبة كبيرة قوي في مصر، وعايز اقول لك ان احنا شبعانين منها في التيم، ويعني لو حد بيتفرج علينا هيقول لك يا حلاوة يا ولاد، ايثكس مفيش ايثكس، اخلاق مفيش اخلاق، ريسيرش مفيش ريسيرش، فالموضوع صعب جدا. هتلاقي سوبرفايزر كويس هتلاقي مشغول، سوبرفايزر كويس مش هيديكي فاليو هو مشغول. يعني مثلا انا عشان اكون وانا عامل بالفعل سوبرفايزر في اكتر من مشروع فهرفض، ولو وافقت بصراحه مش ما عنديش وقت ان انا اقعد اقرا وان انا اقيم بشكل كويس وما الى ذلك. طيب لو سوبرفايزر اي كلام هتلاقي ان هو بيسرق الشغل بتاعك، لو سوبرفايزر اي كلام وخليته هو يقدم في الشغل بتاعك، يقدمه على مجله هتلاقيه راح حاط اسم انت ثلاث اصحابه كده في القسم عايزين يترقوا. هل ده ايثيكال؟ لا مش ايثيكال. هتقدر تعمل حاجه؟ مش هتقدر تعمل حاجه. هترفض البيبر؟ ارفض البيبر. هتلاقي ان في كمية مشاكل كتيرة جدا 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 في حوار السوبرفايزر في مصر. مهم
بس مش قوي يعني. اهم حاجه انتم ذات نفسكم يعني، يكون المجموعه تكون كويسه يعني، شغلها كويس. ريكورد متاح؟ الريكورد متاح ان شاء الله يعني، انا هقفل الريكورد وهرفعه على الفيسبوك وهرفعه على اليوتيوب باذن الله. فاللي عايز اوضحه يا جماعه بس هو فكره ان الريسيرش not so complicated، والله العظيم not so complicated. متعب، هو الريسيرش متعب، انك مقرف والكلام ده كله وتقعد تقرا وتعمل سامري، بس ما فيهوش مشكله. ما هو انت عايز يعني، انت عايز تعمل ايه؟ عايز يعني فكره، في فئه كبيره جدا من الناس وممكن يكون من الحضور ناس زي كده عايزين ببليكيشن بلا مجهود، بلا سكيلز يتمرنوها، بلا اي حاجه في حياتهم خالص، فساعتها ده بيخش يخربط الدنيا. انما لو في انت معاك اتنين بس من اصحابك او من الناس اللي بتتشات معاهم بسهوله، او انتوا عارفين ظروف بعض كده الحياتيه يعني، وانتوا الاثنين دول يعني قعدتوا كده وفكرتوا مع بعض وكلكم نفس الاهتمام، وده سهل يا جماعه، والله ده سهل، اقسم بالله العظيم ده سهل. من على الواتس، من على الفيسبوك، من على 500، وجروبس كترت قوي والشغل كتر قوي مش عارف ليه يعني، وده شيء، ده شيء كويس يعني. بس اللي اقصده ان هو هتشتغل كده مع بعض وتتمرنوا سكيلز، تحضروا ورك شوب. طب انا اديكم مثال سيناريو حصل، وممكن اجيب لكم الدليل على هذا، وممكن تشوفوه على صفحه التيم كمان. حضر معنا حد من، انا هشوف بس الريكوست، بس حضر معنا حد من اسنان جامعه القاهره، وهي حضرت معنا الورك شوب ايام زمان خالص قبل الكورونا، كنا بنعملها اوف لاين، وحضرت معنا الورك شوب واستفادت بشكل كبير جدا، والصوره كده زي ما احنا وضحنا فهمت ابعاد الصوره ايه. بعد ما فهمت ابعاد الصوره ايه، اتشجعت ان هي تجوين ناس معاها في البروجكت بتاعها، فهي بالفعل اضافت 7 اشخاص معاها في البروجكت بتاعها. ال7 اشخاص مهتمين، نزلت بوست على جروب الدفعه بس مش حوار يعني، ال7 اشخاص دول مهتمين ان هم يشتغلوا في نفس البروجكت ده، ولكن هي لما بدات تشتغل معاهم اكتشفت ان هم ما عندهمش الخلفيه العلميه اللي انا شرحتها او اللي هي حضرتها في الوركشوبس بتاعتي قبل ما اسجل اليوتيوب والحاجات دي كلها. فطلبت مني ان احنا نعمل وركشوب سبيسيفيك ليهم، وعملت وركشوب بعدها على طول باسبوعين او ب3 اسابيع سبيسيفيك ليهم، فكانوا كلهم على نفس الكواليتي او نفس الانفورميشن اللي هم يعني مستوعبينها مع بعض، الريسيرش باك جراوند انفورميشن كلهم مستوعبينها. ما كملوش تقريبا 3 شهور ونشروا ريسيرش بيبر في مجال الدنتستري والحاجات دي كلها. لو تواصلوا معايا كمشرف، انا ما بفهمش في مجال طب اسنان فهرفض. لو حابوا ان هم ينضموا للتيم عندنا، احنا ما بنقبلش ناس من طب اسنان، هيترفضوا. فتغلبوا على الحاجات دي كلها مع نفسهم، وجابوا البحث واشتغلوا البحث ونشروا البحث، وما حصلش حاجه يعني، ما حدش قال لهم انكم يعني وحشين، وبقوا مشهورين جدا في اسنان القاهره، والناس حتى معاهم ماجستير حابين يتواصلوا معاهم، وممكن ياسسوا تيم بتاعهم كمان يعني. كل ده حصل بالكلام اللي انا قلته زي كده يعني. امل، عندي سؤال في الميتا اناليسز. بالنسبه للجزء بتاع الميتا اناليسز، لو انا مثلا عايزه ابتدي فكره ميتا اناليسز، هل في ورك شوبس حضرتك بتقدمها بخصوص الميتا اناليسز سبيسيفيك؟ احنا بنقدم ورك شوب بيكون فيها الناريتيف، بيكون فيها سيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، ولكن يعني انا حابب بصراحه، شايف نقص في المحتوى بتاع الميتا اناليسز عندي على القناه يعني، فيعني بنحاول ان احنا نشوف اي وقت فاضي ان احنا نوضح الكلام ده. وبناء عليه من اول المبادره يعني للموضوع ده، احنا قررنا عندنا في التيم ان احنا هنختار ميتا اناليسز معينه، وهنعمل ميتنج زي كده يعني داخلي في التيم، هنشرح فيه الميتا اناليسز دي اتعملت ازاي وازاي نعمل زيها، وهنحاول ان احنا نوري الناس لايف يعني ازاي يعملوا زيها. فده هيفهم الناس يعني، مثلا لقينا حاجه اسمها اودز ريشيو، لقينا حاجه اسمها اوفر اول سرفايفل، هنشرحها في الميتنج وهناخد اراء الناس منها يعني، وبعدين هننزلها على اليوتيوب. ده اللي انا يعني اقدر اعمله ده لو حاجه بشكل مجاني يعني، انما لو حاجه بشكل مخصوص يعني مدفوع، فاحنا بنقدم سيشنز برضو بشكل مدفوع لحد اي حابب يحضرها. احنا هنعلن عن السيشن بكره ان شاء الله او النهارده يعني، اعتقد بكره، لان النهارده مش هقدر اعلن عن حاجه يعني. فبكره هنعلن عن السيشن على الصفحه بتاعتي، بيكون فيها بقى تستوعب النارتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، انت فهمت كده الاوفر اول بتاعهم عامله ازاي، وفهمتي برضو حابه، لو انت حابه تعرفي ايه عنهم بعد كده، تقدري توصلي للمعلومات دي ازاي وبتشتغل ازاي يعني الموضوع. وساعتها كنت انت كباحثه تقدري تديفلوب، وتقدري انت هتتعلمي السكيلز اللي تقدري انك تطوري بيها نفسك بعد كده.
ده بيكون الهدف بتاعنا من الوركشوبس يعني اكتر من ان هي جوست سكيلز. تمام، شكرا جدا يا دكتور. وبرضه عندي سؤال لا تاني، لو انا اتفضل. طالبة ماجستير وحابة ان انا انضم للتيم، يعني امتى ممكن يبقى متاح الانضمام للتيم؟ احنا هنفتح التقديم ان شاء الله في يناير 2022 ان شاء الله، تمام شكرا. يعني يناير القادم. يعني احنا بنحاول يعني كل يوم في ريكوستات ان الناس تجوين معانا التيم، ولكن ده هيكون صعب. احنا لو الناس اتضافت هيتخشوا فين وهيشتغلوا ازاي؟ فعلشان كده، علشان مصلحة حتى الناس اللي هتنضم، احنا حاطين زي تايم لاين عشان نتأكد ان مثلا لو حد زي الدكتور امل حابة تنضم معانا فهتستفاد، مش منضمة كده وخلاص. يعني ازاي نتغلب على مشكلة تحديد البروتوكول اللي هنمشي عليه في الريفيو؟ يعني ايه البروتوكول اللي هتمشي عليه في الريفيو؟ طيب الكليات اللي تقبل هو انا قصدي على البروتوكول بتاع الكلينيكال او البرايمري، بس هو مش ما بيبقاش في الريفيو. تمام. الكليات اللي بتقبل عندنا في التيم علوم وصيدله واسنان، علوم وصيدله وطب. علوم وصيدله وطب. مهم ان نشتغل في الكروس سيكشن اللي فيه، يعني ابذل وقت ومجهود فيه فهيفيدني في الاخر. والله هي الكروس سيكشنز والكلينيكال ريسيرش اللي هي البرايمري كلينيكال ريسيرش دي يعني مش وحشه، اكسبيرينس كويسه يعني، بس كل ما يكون في بروجكت كبير كل ما يكون بصراحه كويسه قوي يعني. فالريفيوز، الريفيوز زي ما احنا قلنا بتعلم الناس شويه كلينيكال ريسيرش سكيلز لطيفه جدا جدا يعني، ممكن تكون اقوى حتى من يعني. اسم التيم ايه؟ بلوي تيم. tetraploid.org.org. ده اسم التيم بتاعي. ممكن انضم للتيم وانا في ثالثه ثانوي كريسيرشر؟ لا، لان الريسيرشر انت بتحتاج شويه اكسبيرينس يعني تاخدها كلها ان شاء الله، انما كشخص للديزاين سوشيال ميديا وما الى ذلك تقدر ان شاء الله. ريسيرش اسيستنت، الدكتور زي ممكن اكون ريسيرش اسيستنت عند دكتور، لو عندي مشرف مؤمن بيا هل ممكن اساله ان يكون باحث مساعد ليه ولا ما ينفعش؟ ريسيرش اسيستنت برضه من البوزيشنز القليله في مصر، فممكن تبعت للدكتور. هو عامه اي دكتور يا جماعه كويس يعني بيكون مرحب، يعني ما بيكونش عنده مشكلة يعني في أي حاجة. أمل في سؤال تاني ولا هو خلاص؟ أيوة عندي سؤال، بس في موضوع الاستاتستكس والإحصاء، الموضوع ده ساعات يعني وأنا شغالة على الـ SPSS ساعات بيواجهني صعوبات، هل في برنامج بديل للـ SPSS ولا ده أفضل برنامج ممكن أشتغل عليه شغل الإحصاء؟ انهي statistics بالضبط؟ جين بوليمورفيزم. انهي statistics وانهي احصاء؟ احصاء جين بوليمورفيزم. يعني انت عارفه الجين بوليمورفيزم يا دكتور محتاج بايونورماتيشن مش باي statistics. تمام. يعني انا واحد بتاع ميديكال جيناتكس فالجين بوليمورفيزم، فانت عايزه تشوفي بوليمورفيزم معين فهتشتغلي على ريفيو ولا برايمري ريسيرش؟ هشتغل على يعني برايمري ريسيرش عادي. طيب فبرايمري ريسيرش معناها هيكون عندك شوية عينات المرض. طيب أزمة، أزمة ديزيز وعندي عينات، عندي 100 بيشنت مثلا و 100 طيب. كنترول. 100 patient و 100 control أزمة، فالمفترض إن هي تشتغل عليهم وتروح يعمل لهم دي ار وهتروحي شايفة الـ expression بتاع الحاجات دي كلها. لو أنت جبت الـ sequence بتاع الـ polymorphism، ولو حابة إنك تعلي شغل الـ paper بتاعتك أكتر، وده شوية صعب في مصر، هتعملي sequencing للعينات بتاعتك، هتطلع لك بقى كمية sequences كتيرة، فأنت محتاجة ساعتها bioinformatician مش biostatistics. bioinformatician عشان يتأكد لك إن الـ polymorphism دي حصل لها alignment يعني. فيعني هو الشغل ده لو انت ماجستير في جامعة حكومية فربما يكون مجبرين انك تشتغل ده الشغل ده لوحدك. تمام.
هو فكرة السيكونسنج صعبة شوية بالنسبة لي. طيب سمعيني كده كويس تمام علشان الموبايل فصل. فبقول لحضرتك ان الشغل صعب يعني شويه. هل هيبقى تطوع؟ يعني الفولنتيرنج ريسيرش اسيستنت بقت فرصه برضو نادره في مصر، فممكن يكون تطوع لغايه لما يكون. انا ما بحبش فكره التطوع في مصر. كانت في سيتويشنز معينه يكون فيها تطوع، ولكن اشتغل لي. انا عايز اشتغل وانا كواليفايد، لو انت كواليفايد بقول لهم ان انا كواليفايد وعايز اشتغل وعايز اخد فلوس. هي الفلوس كده كده في مصر يعتبر تطوع اصلا، ولكن يعني ما تخليهاش تطوع. باب الانضمام للتيم ليه شروط معينه. مبتدئ صعب يهدير ان هو ينضم للتيم، محتاج يكون اكسبيرينس شويه علشان يعني بيقدم لنا عدد كبير جدا من الناس. لازم يكون مصري الجنسيه. لا، احنا عندنا ناس بالفعل من الجزائر، وعندنا ناس من سوريا، وعندنا ناس من اكتر من جنسيه تانيه مختلفه. حد عنده اي اسئله تانيه؟ طيب دكتور، هو ازاي ممكن الاقي فرص للريسيرش او كده يعني؟ في انهي مجال؟ يعني مثلا في اي مجال، يعني مثلا انا كمبتدئ فعايز مثلا اعمل اي بيبر او ادخل في اي بيبر، سواء اي كان المجال يعني. اتعلم انت كويس وتتابع الحاجات اللي احنا قلناها، زي تعمل فريق بحثي والحاجات دي كلها، وهتشتغل في الريسيرش بيبر. وانس يكون عندك ريسيرش بيبر او اتنين، هيكون عندك اهتمام معين، هتقدر تشوف الدكاترة الكويسين اللي في الفيلد ده اللي في مصر شغالين حاجة زي كده، تقدر انك تتواصل مع دكاترة زي كده ويقدر ان هم يعرفوك، وبناء على البيبرز الببلشت بتاعتك فانت ليك اسم، تقدر تتواصل معاهم، تقدر تجوين معاهم في حاجه، تقدر تطور من نفسك اكتر واكتر. ولكن انت كمبتدئ فرصتك اصعب بكتير في مصر. لازم انت يعني ده سيلف ستادي، لازم تمبروف يور سيلف باي يور سيلف. يعني لو حسنت يعني مثلا لو رحت مثلا دكتور في الكلية عندنا وقلت له عايز اشترك معاك مثلا في بيبر او كده، هل هو هيرفض ولا؟ مش يعني ممكن يرفض وممكن ما يرفضش، انا ما اعرفش والله. الدكتور ده على حسب. وبعدين هو فكره ان الدكتور ده لربما يكون اصلا دكتور وحش، فانت تكون نايم معاه في ميه البطيخ زي ما بيقولوا كده. ده بيحصل كتير جدا، يكون دكتور ما بيفهمش اي حاجه في ريسيرش ولكن اسمه دكتور، بس هو مش معناه ان هو دكتور فمعناه ان هو كويس في ريسيرش خالص. نسبه كبيره جدا جدا من الدكاتره في مصر اللي وهم يا جماعه الماجستير والدكتوراه، ولربما ناس من الحضره في الميتنج تزعل مني، لكن نسبه كبيره جدا جدا الدكتوراه في مصر بيتعاون مع مراكز يفبركوا نتائج الماجستير والدكتوراه بتاعتهم. فمش معنى ان هو واخد دكتوراه وماجستير فمعناه ان هو شخص كويس. هل الافضل ناخد الماجستير من مصر ولا بره مصر؟ مش عارف. انا مش شايف ان الماجستير في مصر مش اي لازمه. هل في منشور سنوي في المجلات الدوليه؟ لو حضرتك تقصد يعني ريسيرش بيبر سنوي ولا ايه بالظبط؟ احنا بننشر ابحاث بشكل كويس الحمد لله. في شركة إزاي أشتغل ريسيرشر في شركة دكتور أدوية؟ اسماعيل، عفوا اقصد اندكس او حاجه بيبقى فيه اسماء المجلات. الصوت قطع يا دكتور والله ما سمعتش. إزاي اقصد تشتغل هل في ريسيرشر في شركة أدوية؟ اسمها حاجة اسمها R&D. اتفضلي. هل في اندكس سنوي بينزل أو كاتالوج بيبقى جواه المجلات الدولية أو المجلات الشهيرة اللي بيبقى فيها بتبقى لا يا دكتور، Q1 الموضوع Q2 ده فيه أسهل من كده. في حاجة اسمها تسهل في حاجة التواصل اسمها معهم يعني؟ في حاجة اسمها Scientific Journal Ranking. ده رانكينج عالمي الناس كلها معتمدة بيه. SGR، اكتبي SGR على جوجل زي كده. أنت الفيلد اللي حضرتك شغالة فيه اسمه إيه؟ تبع إيه طيب؟ الأدب. أنا literature، أدب. literature. هتكتبي في literature هتلاقي ده journal of economic literature. هو ده شوية medical يعني language and literature. دي كلها مجلات بالترتيب بتاعهم اهو زي ما حد مثلا دي مجلة اهي، دي الكوارتايل بتاعها. في language and linguistics مثلا دي الكوارتايل بتاعها 2، انما في literature and literature theory دي الكوارتايل بتاعها 1، يعني من اعلى 25% من المجلات دي. عايزة تنشري في المجلة هتلاقي السكوب بتاعها اهو، هاو تو بابلش ان ذيس جورنال، موجود هنا.
ده ويب سايت اسمه Scientific Journal Ranking، ممكن تستخدم حضرتك برضه اسمها Journal Finder. ممكن تشوفي الفيديو بتاع ازاي تجيب المجلة، العنوان بتاعك هو مثلا للفيتشر، تكتبي العنوان بتاعك وتكتبي الابستراكت بتاعك هنا. خلينا نسرق اي ابستراكت من هنا، نسرق اي حاجة كده عشان الوقت. وبعدين تكتبي الكيوردز بتاعتك والفيلد بتاعك، الفيلد مثلا social science، وبعدين تدوس find journal. هتلاقي ان في هو بيكون اكتر من فور ماتشنج جورنال يعني، ولكن ادي الماتشنج جورنال او جورنال زي بالامباكت فاكتور بتاعها. محدش بيمشي بالليست، الليست ده شويه not validated. شكرا طيب. جزيلا يا دكتور. ريسيرشر في شركه ادويه، دي حاجه اسمها ار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت، تقدر تشتغلها، ولكن دي بتبقى ريسيرشر اندستري برضو مش ريسيرشر يعني، يعني بتعتمد برضو على الابحاث اللي هم عملوها الناس بتوع الاكاديميك. منح ماجستير في الخارج، يعني انا بحب يعني علشان برضو ما نضيعش وقت في الموضوع ده كتير، بصراحه انا حابب انك تكون متغرب متغرب في مكان وانت واخد الوضع بتاعك، يعني مرتاح في الغربه بتاعتك زي ما بيقولوا كده. علشان تكون مرتاح في الغربة بتاعتك محتاج انك تقدم في جامعة كويسة، عشان الجامعات الكويسة بيكون فيها فاسيليتيز كويسة، بيكون فيها إقامة كويسة، بيكون فيها احترام، بيكون فيها كل الحاجات دي كلها. وبالتالي انت محتاج تشتغل على نفسك شوية في مصر، ادي نفسك سنة مثلا تشتغل فيها، وبعد السنة دي فكر في انك تقدم في حاجة كويسة بره مصر وتكون انت ذات نفسك كواليفايد. وهتلاقوا كان مقال كتبته ايام زمان استادي ابرود اهو على الويب سايت، لماذا لا نقبل في المنح. لو ده كان ايام زمان كتبت حاجه بالعربي كده صغنطوطه خالص، يعني ممكن تساعدك في حاجه زي كده. فيها اسئله تانية؟ طيب هل استمتعتوا بالميتنج ولا كان شويه ممل؟ اتفضلي. يا دكتور، هو البوست ده هيبل هيورينا يعني ازاي نكون كواليفايد كفايه عشان نسافر في منح او حاجه؟ لا لا خالص، هو البوست ده بيقول لك ان يعني لازم تغير المينتاليتي بتاعتك وانت بتقدمي في المنح برضو. يعني الكواليفيكيشن زي ما انا وضحت لك حاليا، هو انك يعني بيكونوا حاطين معايير انت عايزه تقدمي ايه. طيب هارفارد، ادي جامعه. هو انا عايزه ادرس نيورو ساينس مثلا، هارفارد فيها HMX Neuroscience، لازم تدرسيه. يعني كتير مثلا كده هارفارد HMX Neuroscience، ده كورس هارفارد ميديكال سكول، ادي فاندمنتال ساينس. لو انت حابه تقوم في اي حاجه على مستوى العالم جدا، حاجه مجانيه مش عارف، ده من اقوى الكورسات. نفسي حاجه في الفيلدز الثانيه تكون موجوده كده بشكل مجاني يعني. ولكن ده 3 كورسز تقال قوي 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 يعني. بس يا دكتور مفيش السيرتيفيكت مش مجانا عادي ولا يعني لازم اخد السيرتيفيكت ولا مش لازم؟ السيرتيفيكت قولي لهم بس ان انا حتى لو هتقدمي على الموضوع الفاينانشال ايد والحاجات دي كلها مش بالضروري برضه. انا بتكلم على اهم حاجه ان يكون يعني خدتيهم عشان تتفهم ذات نفسك وكنت شايفه حابه يعني حابه اقصد الفيلد يعني. فحاجه زي كده انت ممكن تشوفي هارفارد وتشوفي الريكومنتس بتاعتها. دي الاكاديميكس، احنا كنا فاتحين ايه؟ دي البروجرامز مثلا، دي الاندر جراد، احنا مش حابين هارفارد كولج، احنا حابين هارفارد في البوست جراد مثلا او جراديوت. الجراديوت سكول، فهتفتحي الجراديوت سكول مثلا. يا مساء. ما حضرتك تاني. فيش مشكلة. يعني أهو يعني هذه الجراديو سكول مثلا. هنخش على admissions، هتشوف الفيز طبعا والحاجات دي كلها، بعدين تشوفي apply مثلا completing your application. شوفي بقى الحاجات اللي هنا، الكلام ده كله frequently asked questions مثلا،
كل الاسئله دي اقرايها وشوفيها ايه هي الحاجات اللي يعني ازاي تكوني كواليفايد. الاول سؤال ده هو الابلكيشن بيكون افيلابل امتى، الابلكيشن ديدلاينز بتاعته امتى، هل كذا هل كذا، كل الحاجات دي كلها اسئله. هي letters of recommendations بيكون ازاي، الديجري بتاعك تخطر ازاي، بيقول لك اهو offers graduate degree in 58 برنامج، تخش على degree programs بعدين تشوفي مثلا category. لو كتبت نيورو عملت سيرش مثلا زي ان مفيش حاجه اسمها نيورو، ممكن توسعي السكوب بتاعك شويه وبص كده مثلا ده تبع ايه، تبع الباي انفورماتكس الانتجريتيف، تبع الباي ميديكال ريسيرش، هتخش مثلا على الباي ميديكال ريسيرش ممكن تلاقي حاجه نيورو ساينس يعني تحت ادي وممكن نيورو حاجة ساينس. كوجنيشن أو كده، يعني ممكن أتخصص أكتر لا ولا ادي بس نيورو ساينس الفاكتور يكون كامله حاجة. معايا، أو أوكي ده تمام. ديجري كامله في النيورو ساينس يعني، سواء انت عايز تاخديها ماسترز او بي اتش دي. هاو تو ابلاي، ان يكون عندك جي ار اي مش مطلوب نوت اكسبتد، التوفل يكون عندك السكور بتاعك 100 والديدلاين بيكون بالشكل الفلاني والتفاصيل بتاعتك مور انفو اهي. تقراي كل الادميشن ريكوايرمنتس، مش محتاجه انك تسالي محمد، ما تسالي جوجل وجوجل هيجاوبك عليها اهو. ادي الباي انفورماتكس، ادي الاريا بتاعتك، ادي النيورو ساينس اللي انت هتدرسيها، وبعدين هتشوفي المتطلبات بتاعتك بس. شكرا جدا يا دكتور. هو انا علشان اشتغل على الكتاب اللي معايا ممكن حضرتك تنصحني بحاجه بجانب الكتاب اللي رشحته، انك تكتبي كتير يعني رايت الوت، يعني جوين ا بروجكت هيخليكي تكتبي بشكل كويس جدا، انضمي لمشروع بحثي هيخليكي تطبقي الحاجات اللي انت اتعلمتيها. لان هو يا جماعه لو فضلنا نشرح بقى ازاي تعمل جرامر كذا وازاي تعمل كذا من غير ما انت بتطبق، بصراحه دي المعلومات اللي هو المقوله حتى بتاعت اللي هو علمني وانا هنسى يعني، فهو متاكد انكم هتنسوا اي حاجه من الحاجات دي كلها. تحسيني من عن طريق انك تجوين بروجكت، انك تنضمي لمشروع بحث يعني. واتمنى ان يكون المحاضره عجبتكم، واتمنى اللوجيك بتاع ان هو الموضوع فيري سيمبل يكون وصل لكم. بس مش معنى ان هو فيري سيمبل انا قلت ده دلوقتي مثلا حد قرأ هتقرأ حاجات زي كده، هتقعد تذاكر وهتقعد تبص وهتمتحن توفل وتقعد تخش من حوار لحوار تاني، مفيش مشكلة. ايه المشكلة؟ عادي، هو في شوية أوقات هتكون فيها تعبان خالص مش مشكلة، يكون فيها شوية أوقات أنت لو والدنيا مخربطة معاك ما برضه مفيش مشكلة يعني. هي البرودكتيفيتي أو الإنتاجية في إنك تكون دماغك شغالة يعني، وأعتقد هذا يعني. وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا بالمحاضرة، وتكون حاجة لطيفة يعني وفادتكم بشكل كبير. ونشوفكم بقى في محاضرة تانية. السلام عليكم. مع السلامة.